كمحمد عباس مش صح، لان الدوري السنه دي في مشاكل، وبدات في مشاكل كبيره جدا. اكيد في سياق الحلقه انا اسف هنتكلم على الامور دي كلها، من امور خاصه، بعض اعتراضات من بعض الانديه، قرارات، بيانات، كلها امور. امبارح كان في مشكله، النهارده في مشكله تانية بالنسبه للاتحاد السكندري. لا يعني امور كلها مش في صالح الدوري العام المصري. رابطة الأندية بقى لها 3 سنين شغالة برئاسة النائب أحمد دياب، وشغالين بشكل كويس جدا، وبيحاولوا يطوروا سنة عن سنة وأسبوع عن أسبوع في أمور كبيرة جدا. بقى في فار، ممكن التقنيات الفنية بعيدة شوية، لكن برضو بنطالب إن الفترة الجاية تبقى برضو الأمور أحسن من كده. لكن الأمور ماشية في منحنى مش جميل، منحنى يعني يزعل. نتمنى ان شاء الله الامور دي تبقى امور تمر على خير، ويعود الهدوء الى شكل الدوري العام المصري. فاضل تقريبا 8 مباريات لبعض الانديه. في مباراه زي الاهلي والزمالك لسه لهم بعض المؤجلات، لكن في بعض الامور هيتم ضغط بعض المباريات دي للانديه دي، والامور كلها تبقى متساويه، ويتنافس كل واحد تنافس شريف على الفوز بلقب الدوري العام المصري. هو في حتى الان الاهلي وبيراميدز. هل بيراميدز بعد مشكلة مباراته مع نادي سموحة هتبقى مثلا ممكن يحصل فيها تعثر أو الأمور دي كلها في سياق الحلقة هنتكلم فيها. معانا نتائج الجولة 28 من عمر الدوري العام المصري. بلدية محلة اتعادل 0-0 مع إنبي. الاتحاد السكندري اتعادل مع الداخلية 1-1. الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا 4-2. أكيد كل الأمور دي مباريات مهمة، زي ما قلت امبارح وكنت معاكم أول امبارح، قلت إن في فرق ممكن تبقى في قاع الجدول، ممكن تأثر على فريق بينافس، ممكن بيأثر على فريق في متصدر عايز يروح كبطل للدوري، والتاني عايز يبقى في المربع الذهبي، والتاني عايز يبقى في المنطقة الدافئة. لا، أمور لسه هتختلف وأمور هتبقى صعبة جدا. هنبدأ ببلدية المحلة وإنبي مع أول ولاية للكابتن أحمد كشري اللي كان في لقاء امبارح معاه من خلال برنامج الرومونتادا. اكيد بلديه المحله كان ماشي بشكل كويس، لكن في بدايه الدوري لو تفتكروا قلنا لبلديه المحله ومصطفى الشامي رئيس مجلس اداره نادي بلديه المحله، انت جاي في الدوري العام المصري بيختلف عن دوري المحترفين، الصرف والامكانيات في ظل صناعه كبيره جدا وهي صناعه كره القدم. النهارده بتلعب فريق زي انبي عنده من الذخائر الحيه القويه جدا من نتاج قطاع ناشئين، انه يبقى مطمن قوي 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 بشكل كبير جدا. وبالتالي النهارده في بدايه موفقه لاحمد كشري المدير الفني المجتهد المكافح المغامر. تاني، احمد كشري المجتهد المكافح المغامر. اي حد في التوقيت ده يرفض، يعني انا كمحمد عباس لو قلت لي تعالى في التوقيت ده اقول لك لا هيتحسب عليا، لا هتبقى مشكله. لكن دي في ملكات عند النجم الكبير احمد كشري اللي معانا على الهاتف. كابتن كشري اهلا بيك. اهلا بيك يا ابو حميد، يا رب يخليك واشكرك يا حبيبي. خالص حقك، ويعني انك انت تقبل المهمه الصعبه زي ما قابلتها قبل كده مع الداخليه، اعتقد ان دي انك راجل بتجتهد، انك راجل بتكافئ عشان اكل عيشك، انك راجل بتكافئ عشان تتواجد في الساحه الفنيه بشكل كويس جدا. بص يا ابو حميد، يعني انا هقول لك حاجه، انا بشتغل بمجهودي، مفيش حد بيساعدني ان انا اروح نادي زي ما بعض الناس الاخرى، لكن انا بقول ان شاء الله ربنا يكرمني. المهم ان انا لما اروح في نادي على الاقل يعني الاداء بيتحسن والنتائج بتتحسن بتاعه الفريق، وبيبقى فيه هدف، وانا جاي لهدف، ونفسي ان فريق البلديه يبقى، لان ده نادي جماهير ونادي كبير، واتمنى ان هو يبقى في الدوري الممتاز. وبقبل المهمه لان بيبقى عندي يقين ان بجهازي وربنا طبعا قبل اي حد، ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا ويوفقنا، لان احنا يعني بنجتهد، التوفيق بتاع ربنا طبعا. كابتن كشري، فكرت كم مره قبل ما تقابل المهمه؟ والله بص، يعني مش هضحك عليك، يعني نادي البلديه نادي يعني نادي كبير وليه جماهيره، ولكن يعني كان الموضوع اتاخر شويه، كان نفسي يبقى بدري شويه. لو كان بدري كان هيبقى عندنا فرص اكبر، وكان عندنا وقت ان حتى يعني نشتغل مع الفريق، لان المباريات متلاحقه. انا بنلعب مباراه النهارده مع انبي، بعديها بيومين يعني همرن يومين وهلعب الماتش الثالث مع فلوتشر او الثاني مع فلوتشر، فالوقت ضيق. لكن الاول كان في فرص كثيره للفريق البلديه، اي حد مش انا بس كان يتمنى ان هو يتواجد في وقت افضل. كل ما يبقى الوقت بدري بيبقى افضل للمدرب.
مصطفى الشامي احد رؤساء الانديه الواعدين، واحد من اصغر رؤساء الانديه في الدوري العام المصري، وعنده طموح كبير جدا مع نادي بلديه المحله. اكيد انت بالشكل ده اكيد قعدت، لما قعدت مع مصطفى الشامي اتكلمت معاه قلت له انا جاي هحاول وابذل قصارى جهدي ان انا ادي نتائج طيبه تؤدي الى بقاء نادي بلديه المحله في الدوري العام المصري. هل ده كان الكلام ولا اتفاق، او كان ان انت جاي المرحله دي تقدر تنقذ ما يمكن انقاذه؟ والله كلامك مظبوط يا ابو حميد. طبعا احنا لا اخفى عليك طبعا الموقف مش سهل، يعني صعب، لان انت دخلت بدوامه الهبوط ومع فرق عندها امكانيات ممكن تكون اعلى منك، امكانيات ماديه، سكواد لعيبه، خبرات، لكن لا، فريق البلديه عنده من الطاقه، اللعيبه اللي عنده لعيبه يعني محتاجه شويه حاجات يعني نفسيه وتنظيم، ممكن يعني ما هو لازم يحاول واحنا لازم نحاول ان الفريق يبقى. وده الكلام اتكلمنا فيه انا وباشمهندس مصطفى، وهو بصراحه الراجل بيدعم الفريق بكل قوه، وطبعا على راس المنظومه كلها يعني الحاج محمود الشامي، يعني مش عايز اقول لك موفرين كل حاجه للعيبه، قالوا لي اللي انت عايزه يا كابتن احنا في ظهرك وفي ظهر الفريق. فبالتالي يعني لقيت دعم كبير من رئيس النادي ومسؤولين، فبالتالي يعني دي شجعتني اكتر. قبولك المهمه هي لاستكمال الدوري او لمشروع قادم مع الموسم الجديد، سواء بقى بلديه المحله ان شاء الله، او لو ما كانش له الحظوظ يبقى في دوري المحترفين؟ والله بص، احنا ما قعدنا كان عندنا هدف واحد بس، ان الفريق يبقى. وقالوا لي يا كابتن احنا معاك واللي انت عايزه، يعني الناس بصراحه محترمه جدا، وما خدناش وقت في الكلام مع بعضينا، لان انا كان ليا تجربه قبل كده في نادي البلديه من 7 سنين، وفي وجود المهندس مصطفى الشامي والحاج محمود طبعا هو يعني اللي كان يعني جابني في الفتره دي. فبالتالي انا ما يعني ما فيش اشتراطات بيني وبينهم، احنا لنا هدف واحد وعندنا امل كبير واملنا كبير جدا ان شاء الله نقعد. فكان الهدف يعني الدوري الممتاز، وان شاء الله هنقاتل فيه ويعني لاخر نفس، وان شاء الله باذن الله يكون البقاء من نصيبنا باذن الله ان شاء الله. وحضرتك راح تقابل مصطفى الشامي او الحاج محمود الشامي اكيد وانت رايح في العربيه مع جهازك اللي انت بتختاره وتستريح تشتغل معاه، كنت شايف بعض المراكز القوه ومراكز الضعف اللي شفتها في بلديه المحله، ايه فحوى الحوار اللي دار بينكم بين المميزات والعيوب اللي موجوده في بلديه المحله على الوضع اللي انت رحت عليه؟ والله بص، فريق البلديه بدا الموسم كويس مع الكابتن احمد عبد الرؤوف، هو مدرب محترم والراجل قدم عليه. طبعا خبرات اللعيبه فرقت في بعض المباريات. الفريق اول سنه برضه ليه دوري ممتاز، معظمهم ما كانوش بعد غياب طويل ما كانوش بيشاركوا في الدوري الممتاز. انت عارف الدوري الممتاز بيشتغل على التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق بين فريق وفريق، رغم ان اللعيبه هنقول معظمهم شبه بعض، يعني معظم الانديه قريبه من بعض، لكن التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق، هي اللي بتركب فريق على فريق. فاحنا عارفين ان احنا عندنا لعيبه شباب لكن اشتغلنا على اصرار اللعيبه وعلى انهم عندهم عزيمه وعندهم اصرار وعندهم طاقه ان هم يعملوا حاجه، ودي مهمه جدا ان انت يبقى عندك لعيبه عندها روح اهم من اللعيبه اللي عندها كوره وما عندهاش روح. فدي انا شايفها ان هي ميزه عند لعيبه البلديه، لعيبه مجتهده، نوعيات نظيفه، علاقتهم ببعض كويسه، فدي مهمه جدا. عارف ان كان في ثغرات في الفريق، بين فريق دخل فيه الاهداف الكثيره دي يبقى عنده مشكله في على الرغم ان عنده هداف الدوري من البلديه بالظبط، بس انت اكتر فريق دخل فيه اهداف وكم من الاهداف كبيره، فبالتالي انت عارف ان انت عندك ثغره يعني في وقت ضيق عايز تلم الامور. والحمد لله النهارده لو انت شفت المباراه يعني ضيعت يا كابتن النهارده برضو كتير اهو انت يعني ضيعنا مكسب يعني وصلنا للجون على فريق مين؟ فريق محترم زي انبي، عنده لعيبه قايلين نادي كبير، فبالتالي انت بتبقى خارج بتقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل، لكن انت كنت قريب من المكسب، فبتقول ان شاء الله ربنا يسهلها لنا في اللي جاي. اللي جاي صعب، فيوتشر المصري الزمالك، اكيد هناك تفكير كبير جدا وتفكير عميق من كشري وجهازه المعاون للاستعداد للمباريات دي. والله طبعا الماتشات كلها صعبه، يعني هات لي ماتش سهل، ما فيش ماتش سهل، حتى لو بتلاعب الفرق اللي هي معاك في نفس ال يعني الناس اللي في القاعه تحت، الماتشات بقت صعبه، كله بيدور على البونت، الفرق الكبيره بتدور على انها تحسن مركزها وتوصل لابعد مدى، والفرق اللي هي تحت بتدور على ان هي تطلع، فالمباراه كلها صعبه.
وانا عارف كل المباريات هتبقى صعبه، ما عنديش ماتش سهل، لكن انا براهن على ان لعيبتي عندها اصرار وعندها عزيمه انها ان شاء الله هتكسب وان شاء الله هتقدم مباراه كبيره. وهنلعب اكيد، هنلعب على يعني انا عايز اجمع، هلعب على 3 بونت، ما بلعبش مع فرقه التعادل. حتى النهارده كنت بلعب على التعادل، شايف الشوط الثاني لينا احنا راكبين الجيم اخر حتى ربع ساعه وثلث ساعه كنا نقدر نسجل فين باكثر من جول. فبالتالي لا، اللعيبه عندها عزيمه، ولكن الكبوه الاخيره اللي يعني اخرتنا شويه، يعني خلت اللعيبه برضو في حرص شويه، في قلق شويه، لكن ان شاء الله مع اول مكسب للفريق ان شاء الله الفريق هيمشي كويس باذن الله. انت بس ناقصك تنط الحظ الظاهره وتبقى الامور كلها تمام ويبقى الامور كده 100 100. طبعا 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 الظاهره ده مهم جدا، ان شاء الله يكون معايا ان شاء الله لو في نصيب. كابتن احمد كشري المدير الفني لبلديه محله، بشكرك شكرا جزيلا. مباراه كانت يعني لو المقاييس والمعايير هتقول ان كفه انبي اقوى زي ما قال الكابتن كشري وزي ما قلت معاه، لكن ان يعني النهارده اللي شفناه على ارض الواقع بلديه المحله، والكابتن كشري تحديدا بيعرف يقرا المنافس كويس قوي، بيقعد يذاكر قبلها بكام يوم ويشوف المنافس نقاط الضعف ونقاط القوه ويقدر يتحرك ازاي. هو عنده كمان بسم الله ما شاء الله يعني هداف الدوري السنه دي المعار من نادي الزمالك، واحد من اللاعبين المميزين حسام اشرف ده يا جماعه لو اتكلمنا عليه وقلنا نادي الزمالك سابه ليه هيقول لك اه ده كان لسه وما خدش الفرصه. لا، خد الفرصه بشكل كويس جدا وبيأدي اداء مميز جدا، هو وفيستون ميالي يعني مايلي اسف دايما اقول ميالي ميالي يعني عامل شغل كويس، عامل اداء كويس قوي، واحد من اللاعبين والوجوه الجديده ان شاء الله نشوفها ان شاء الله في مع منتخبنا الوطني، ولو رجع نادي الزمالك يبقى نجم من نجوم كره القدم المصريه. محاولات بلدية المحلة النهاردة شايفينها زي ما قال الكابتن أحمد كشري، هجمات متعددة يعني انت عايزين ايه؟ يعني ثلاث هجمات بثلاث أهداف، لو قعدت اللقطة دي تاني مش محتاجة حاجة، بس هو التوفيق وعدم التوفيق اهو. ده النجم اللي لسه بنتكلم عليه من شوية، يعني الستة ايه؟ ده ثلاث ياردات أو أربع ياردات من المرمى، لكن هي دي كرة القدم، ده برضو أحد الفرص لنادي بلدية المحلة. محتاجة فوز، بلدية المحلة محتاجة فوز، فوز يرجع لهم الثقة مع كشري. أعتقد أن بلدية المحلة مع فوز مهم جدا هيبقى هناك يعني رأي تاني خالص مع بلدية المحلة. بلدية المحلة يا جماعة، بلدية المحلة لو تفتكروا مع طبعا كابتن أحمد شعراوي، كان مين بقى؟ ياسر رضوان وكابونجا ومحمد عمارة وأحمد فاروق وأكرم عبد المجيد لا لا لا، عشان بس ما ننساش حد، كانوا عاملين تاريخ جيل الذهب البلديه، عشان برضه ما ننساش حد، يبقى محضرين الاسامي بعد كده مع زمايلي في الاعداد، لا هنقولها، لا كانوا عاملين شكل واداء مميز جدا، وبالتالي عماره للنادي الاهلي وهانزا روستك هو وياسر رضوان، لا يعني كان في اداء وشكل وطعم لنادي بلديه المحل. المباراه الثانيه كانت ما بين اتحاد السكندري والداخليه، الداخليه برضه معاهم مدير فني جديد، الاتحاد السكندري كان في مشكله من امبارح بعد مشكله نادي سموحه وبيراميدز على الملعب، النهارده خلوا المباراه الساعه 5:30 عشان ما يروحوش، ده اول مباراه طبعا للكابتن احمد ساري، وعيد مرزيق على الجانب الاخر عامل برضو شكل مع نادي طبعا الداخليه، دي هدف اتلغى النهارده، هنعيد الهدف ده تاني، اتلغى الهدف ده لا في 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 تسلل في تسلل لا في تسلل، اول ما استلم الكره خلاص هو بيرفع خلاص الحكم، انا فكرت وكل الناس في البدايه كانوا مفكرين الكره هدف، لا يعني تسلل. طبعا ساري كان بيعلن عن نفسه، كان عايز يعلن عن نفسه النهارده، لكن هي دي كره القدم. المباراه كانت طبعا تغييرها ومعاد تغييرها، وناس كتير جدا كانوا مش عايزين المباراه تبقى كده، لكن هي دي كره القدم والامور اللي حصلت. ضربه جزاء لنادي الاتحاد السكندري، لا ضربة جزاء يعني، بس طبعا احنا في الاخر الرؤية الفنية بتبقى للفار والحكم المباراة، لما بيرجع للفار موبولولو طبعا في الدقيقة 52 من علامة الجزاء، مهاجم رائع بس غايب بقاله فترة، بيغيب ويرجع يعني على فترات، بس بيفضل هو برضه المهاجم الأول لنادي الاتحاد السكندري. في الدقيقة بقى 67 من عمر المباراة اسلام عبد النعيم بيجيب هدف لنادي الداخلية، الداخلية السنة دي لو شفت الداخلية على مدار أدائها في مباريات الدوري اهو،
راجل بيطلع بيعدل نفسه بيشوط بيسدد بشكل كويس جدا. طبعا هو قبل كده كان بيلعب في الاتحاد السكندري. هدف رائع لاسلام عبد النعيم، هدف مميز جدا. يعني هيبقى معانا الكابتن محمد كمونه نجم مصر ونادي الزمالك، اكيد الرؤيه الفنيه هتبقى له اوضح من الكلام اللي طبعا اللي انا بقوله. دفاع نادي الزمالك، دفاع نادي الاتحاد السكندري النهارده كان في يعني في غفله وثبات ادت الى هدف اسلام عبد النعيم. يعني معانا خبيرنا التحكيمي اللي احنا دايما بنستمتع بارائه التحكيميه، كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد اهلا بيك. محمد مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك. المشاكل كترت ورايك الفني محتاجينه ومحتاجينه بمصداقيه كبيره جدا. يعني شايف اللي بيحصل حصل امبارح واللي بيحصل النهارده ويعني والاعتراض على شكل التحكيم المصري مودينا فيه. احنا ما عادش عندنا كلام تحكيم، يعني ما عادش عندنا كلام في الماتشات في الدوري المصري اللي على التحكيم. والانديه كل يوم بيان، النهارده الاتحاد السكندري بعد المباراه طلع بيان وهو محق تماما في لقطه ما بيقولوا له الهدف هدف صحيح، ما فيش تسلل وهدف صحيح تماما. هدف صحيح يا كابتن؟ مفيش فيه ضغط. طب حضرتك بتتابعنا يا كابتن جهاد ولا سامعنا بس؟ لا انا سايق فمش ده سايق. لا خلاص الهدف. لا تمام خلاص تمام. رسمنا الخطوط للهدف كمان يا استاذ محمد، هدف صحيح مفيش فيه اي تسلل وخطا من الحكم المستعد اولا في الملعب وحكم الفار، وفي تفاصيل لازم يطلع على لجنه تقول ايه اللي حصل. ما بيقولوش يعني يا كابتن جهاد، يا كابتن جهاد ما بيقولوش ده اتحاد الكوره يا كابتن جهاد. اتحاد الكوره بعد ما الراجل عين الحفني محمد الحنفي المباراه بيراميدز والمقاولة العرب اللي حصل فيها مشكله قال لك. طب خلينا في الكوره دي الاول، اتفضل يا كابتن. بص اتفضل يا استاذ محمد، دلوقتي يا كابتن الحكام لازم تطلع تقول احنا اسفين يا اتحاد النادي في خطا عندنا والهدف صحيح وخطا اثر على نتيجه المباراه وحصل تفاصيل. انا التفاصيل على فكره انا عارفها مش هقولها لان التفاصيل من حكم الفار اللي موجود في الغرفه. اتمنى لجنه الحكام تطلع تقول اللي حصل. كابتن جهاد معانا في الصوره استاذ ياسر عاصم مخرجنا، لما وقف الصوره وشفت التخطيط بتاع الملعب لا الراجل مضغط تماما. انا رسمت خط كمان في كوره بلس يا استاذ محمد والدنيا سهله، الموضوع مضغط تماما مفيش شك، يعني اللعبه مفيش فيها شك في اهم الاحوال. وخلي بالك كابتن جهاد اللاين مان يا كابتن على نفس الخط بالظبط، يعني احنا وانا بتفرج على الشاشه بالظبط يعني الرؤيه مش محجوبه عنه خالص. كابتن جهاد الو، بقول لحضرتك وانا بتفرج مع حضرتك على الشاشه لمخرج الاستاذ ياسر عاصم موقف لي الصوره فيكس واضحه خالص، المراقب حامل الرايه واقف على نفس خط لاعب نادي الداخليه. ماشي، هو تمركز كويس ممكن متقدم شويه بس في الاخر هو اخطا كعامل بشري، ما عنديش مشكله يعني في الاخر هو كعامل بشري اخطا. المشكله عندي ان معايا تقنيه الفي ار. يعني انا بوجه نداء للجنه الحكام المصريه، لو تكرمتوا اطلعوا اعتذروا للاتحاد السكندري وقولوا اللي حصل التفاصيل اللي حصلت عشان تبقى الراي العام عارف اللي حصل. التفاصيل اللي حصل في غرفه الفار لازم تتقال وتتشرح للراي العام. مين يا كابتن؟ عشان مين يا كابتن؟ لجنه الحكام المصريه. ما بيقولوش الحكام المصريه، ما بيقولوش يعني في مفروض على التحكيم المصري. انا بقول لك في تفاصيل تقنيه حصلت في غرفه الفار، انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، في تفاصيل تقنيه حصلت في غرفه الفار لازم لجنه الحكام تطلع وتتكلم. طب ما تقولها يا كابتن جهاد برضو معلش. يعني حضرتك انا مش هقول، انا مش هقول، انا عايز لجنه الحكام لان الكلام ده عرفته بتفاصيله. ما انت حضرتك احنا بنثق في رايك وفي مصادرك. بص يا محمد انا ما ينفعش اقول تفاصيل اللي ما لجنه الحكام تطلع تؤكد، ممكن تقول لك ما حصلش، لا انا عايز اللي حصل تطلع تقول عشان تبرر اللقطه دي. ما ينفعش تعدي على حكم فار او حكم تقنيه الفار وما تحسش الهدف ده هدف سليم. يعني مصطفى عثمان ما رجعش الحكم؟ سيد شعبان هو سيد شعبان هو اللي حكم الفار. سيد شعبان حكم الفار. هو مصطفى عثمان المساعد بالظبط. انا في تفاصيل حصلت جوه غرفه الفار لازم التفاصيل تطلع للراي العام من لجنه الحكام. يا كابتن جهاد ده مصيبه، ده مصيبه سوداء اللي بيحصل ده يوم ورا يوم للتحكيم المصري. انا على فكره انا كلامي ده يدافع عن حكام الفار اللي موجودين، في تفاصيل حصلت في غرفه الفار ده دفاعا على حكام الفار، لان اللقطه دي بمنتهى السهوله اي حكم فار هيطلع الهدف هدف صحيح ويرسم الخطوط والهدف كان هيتم احتسابه. في حاجات حصلت انا بقول لك بمنتهى الامانه
من في 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 غرفه البار لازم لجنه الحكام بامانه تطلع اولا تعتذر للاتحاد السكندري دول احنا اسفين احنا غلطنا، ثانيا حصل في غرفه الفار 1 2 3 4 وبالتالي يعني غرفه الفار قالت له ان الهدف صحيح وحكم الساحه. لا 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 لا، هو بالنظر كل الناس عارفه ان الهدف صحيح بما فيهم حكم الفار اللي موجود، لكن في شغل حاجه في التقنية حصلت، التفاصيل دي لازم تطلع للراي العام يا استاذ محمد في التقنية في الخطوط، في الخطوط مثلا في الخطوط اللي بيعملوها الحاجات دي ما ترسمش اللقطه دي ما ترسمش لها خطوط، مش محتاجه يا كابتن جهاد، مش محتاجه والله. لا بس ما ينفعش يقول له استاذ محمد برضو طبعا لبروتوكول الفار، حتى لو انت كحكم فار شايف باللقطه بالعين المجرده ان مفيش تسلل ما ينفعش تقول له القرار بدون خطوط. لا تبع بروتوكول الفار، حتى لو انت متاكد والمسافه واضحه والخطوط ما استمتش لا يمكن تطلع بقرار. كان في مشكله تقنيه في رسم الخطوط يا كابتن جهاد؟ انا لازم الكلام ده لجنه الحكام تقوله، تبرئ ساحه الحكم حكام الفار اللي كانوا موجودين، لان اللقطه لقطه تحكيميه سهله، لقطه تحكيميه سهله في الفار يطلعوها. انا بناشد بالتالي اقول اهو يا استاذ محمد لجنه الحكام المصريه لو تكرمت تطلع بيان رسمي للاحداث اللي ده بيحصل على فكره في الدوريات المحترمه. مين يا كابتن اللي طلع يا كابتن؟ ابقى بني زي ما بيقولوا، مفيش كلام ده يا كابتن، ده بيقول لك فيريرا يعد صياغه اخطاء الحكام، يعد ايه؟ ده هو كله اخطاء يا استاذ محمد، احنا بنتكلم في خطا كبير وخطا سهل يتم تدرجه من حكم الفار، وبالتالي لجنه الحكام المصريه هتطلع تتكلم وتقول التفاصيل اللي حصلت وتعتذر للاتحاد السكندري لان اللقطه دي اثرت على النتيجه والاتحاد خسر نقطتين كان يستحقهم في المباراه. بيريرا كيف ترى يعني بقاؤه حتى الان؟ شايفه ازاي وفي صالح مين؟ لا هو الموضوع منتهي، يعني موضوع بقاء بيريرا من عدم الموضوع شبه منتهي، الامور واضحه جدا كابتن يعني منتهي خلص على الدوري خلص كابتن. يا كابتن جهاد اللي بيحصل ده يعني دليل على ان الدوري بيخلص خلاص، بيشطبوا على الدوري يعني. الراجل ده بقاؤه حتى الان بالاخطاء المتتاليه في اسبوع واحد ثلاث اخطاء، اعتقد ان ده حاجه خطا جسيم، وعلى اتحاد الكره الخطا الاكبر. استاذ محمد احنا ما عدناش اسبوع، انا معايا بالارقام، ما فيش اسبوع عدى على الدوري المصري اللي ما فيه خطا تحكيمي اثر على نتيجه مباراه، على الاقل مباراه. فبتتكلم في نسبه كبيره جدا في دوري كبير زي الدوري المصري مع وجود حتفنات الفي ار، ما فيش ماتش اسبوع عدى اللي ما عندك مشكله، ما فيش اسبوع عندك اللي عندك ماتش خطا تحكيمي اثر على النتيجه. الكلام ده بنتكلم عليه فكره من زمان جدا، ولا حتى لما انت نادي احنا بنتكلم عشان التحكيم المصري وعشان شكل حكامنا وعشان شكل تحكيم الدنيا ماشيه في سكه مش كويسه. طب لو الشرط الجزائي، انا كده بس يا استاذ محمد الحته دي يمكن الشرط الجزائي هو العائق ان يمشوا بيريرا دلوقتي، مفيش مشكله هو مكمل اخر موسم، واعلن ده عضو لجنة حكام الدكتور ايهاب الكومي في احد البرامج، انت الراجل مكمل اخر موسم اللي هو نهايه شهر 8، لكن في الاخر هو الراجل قالوا له انت مش هتكمل معانا ومش موجود معانا السنه الجايه. بس المشكله ان الدوري في الفتره اللي جايه دي المشاكل هتتكرر والاخطاء هتتكرر والفرق كلها هتعاني بصوره كبيره، فمش عارف الحل فين، لان الحل فعلا صعب جدا، احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا يا استاذ محمد. كابتن جهاد جريشه خبير التحكيمي بشكرك شكرا جزيلا. ومين لقى الدلع وما اتدلعش؟ لو انا في المكان ده وبتدلع بالشكل ده وباخد دولارات وبدخل من امن العقاب، من ايه؟ امن من خلاص مش هتكلم عشان بس لا نروح في حته تانية. معانا طبعا راي ووجهه نظر اعضاء احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد السكندري الاستاذ محمد احمد سلامه. مساء الفل يا فندم. مساء الفل يا محمد، ازيك؟ سمعتنا وسمعت الاتحاد خسر نقطتين ولا خسر ثلاثه؟ والله الاتحاد خسر كتير، خسر كتير. سمعت جهاد جريشه؟ طبعا سمعت الكابتن جهاد جريشه واحنا مش هنبقى ضحيه الخلافات اللي حاصله في لجنه التحكيم. للاسف احنا بقينا بندفن راسنا في الرمل زي ما بيقولوا، الموضوع فعلا العداله بقت غائبه، الموضوع زاد عن الحد. يعني في كل الماتشات النهارده ما فيش ماتش النهارده بيطلع من غير مشكله، الموضوع بقى زايد عن الحد النهارده. طب انت في اخر السيزون وبتنافس، ممكن النقطه دي تفرق معاك، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ يعني النهارده ماتش زي كده بيضيع منك 3 بونت، يعني كان المفترض ان انت لو الجون اتحسب والبلانتي بتاع الشوط الثاني ان احنا كنا متقدمين 2-0. يعني الموضوع النهارده صعب جدا يا جماعه، يعني انا يعني لازم يكون في حل، لازم اتحاد الكوره الرابطه لازم الانديه كلها تتكاتف، لازم نشوف حل في الموضوع، لان القصه كده خرجت عن الاطار صراحه. يعني المواضيع بقت بتاخد شكل، يعني انا عايز اعرف ايه لازمه الفار في كوره زي بتاعه النهارده دي؟ يعني ايه لازمه الفار؟
في الدقيقة 11 هدف أكيد كان هيفرق كتير قوي يا كابتن أستاذ محمد. جدا 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 جدا. جمهور النهاردة طبعا يعني فريق مع مدرب جديد مع الدنيا كانت مش أحسن حالا يعني، والنهاردة لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيعمل لهم حالة إحباط غير عادية. يعني النهاردة الجمهور طالع محبط، الناس طالعة محبطة، اللعيبة طالعة طبعا مش عايز أقول لك، مجلس الإدارة والأستاذ محمد في قمة غضبه. لا يا جماعة لا، لازم 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 نشوف حل، لازم يكون في اجتماع، لازم. انتوا طلعتوا بيان الاول، خلينا نتكلم على البيان. طبعا ده اقل حاجة يعني، دي اقل حاجة، واذا كان تدل على احترام الاتحاد للمنظومة اللي دايرة. الناس احنا بنتكلم بكل ادب بكل احترام، بس لازم في وقفة، يعني لازم في وقفة مع التحكيم يا جماعة، الموضوع بقى صعب جدا. جهاد جريشة من شوية وبيتكلم معايا قالك التحكيم المصري كل اسبوع حكم وحكم وخطأ وخطأ مؤثر جدا على نتيجة المباراة. ما طيب يعني ادينا شفنا الزمالك انسحب، هل بقى لو الاتحاد خد الخطوه دي وام بي خد كده، طب هنروح فين؟ هنقفل المسابقه، هنبطل كوره. الناس ما خلاص كل واحد النهارده. اهم ما ضرب ما بينك وبين الحاج محمد مصطلح رئيس مجلس اداره اتحاد اسكندريه كان ايه بخصوص الموضوع ده؟ لا والله الاستاذ محمد انا عايز اقول لك ما بيردش على حد، متضايق جدا الاستاذ محمد، متضايق يعني، راجل في قمه غضبه في قمه انفعاله. يعني قد ايه النهارده انت بعد مثلا ماتش زي اللي فات النهارده بتخسر تمام 3 بونت وجهاز فني بيمشي وجهاز فني جديد بيجي واللعيبه النهارده انا عايز اقول لك يعني شفت النهارده اللعيبه قد ايه كانت مركزه وكانت عامله يعني الاداء لحد يمكن ما اطرد مورو كان الاداء كان شكله ازاي النهارده. كل اللعيبه طبعا كانت عايزه تثبت نفسها للمدير الفني الجديد، كانت بتقدم اعلى مستوى ممكن يعني بالتدريج كده هنبدا كنا هنشوف يعني حاجه كويسه. النهارده بتطلع محبط استاذ محمد، برضو الموضوع مش سهل يعني، الموضوع مش سهل خاصه ان انت برضو بتلعب في اخر الماتشات، انت كلها 6-7 ماتشات والدوري بينتهي، فكل واحد حريص على كل بونت. ماذا سيفعل النادي الاتحاد السكندري بعد البيان؟ بعد البيان انت عملت بيان خلاص، مستني رد البيان. لو الرد لا يعني ما ارضاش يعني طموحات نادي الاتحاد او يعني اكيد هيبقى في يعني خلاهم كده راضيين وقانعين، هتعملوا ايه؟ لا 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 اكيد في اجتماع مجلس اداره واكيد هنصعد مواقف ثانيه، بس اكيد لازم الكلام ده هيبقى مع الاستاذ محمد وبعد مجلس الاداره تمام. لو ما جاش رد على البيان اللي نزله نادي الاتحاد اكيد هيبقى لنا موقف ثاني هنتناقش فيه واكيد هنطلعه برضه للنور، يعني لازم كل الدنيا تشوف. انتوا في البيان قلتوا الكره المصريه خارج نطاق الخدمه والعداله غائبه في الدوري المصري. فار الكره المصريه خارج نطاق الخدمه والعداله غائبه في الدوري المصري. طبعا عنوان البيان بتاعكم صح؟ ما انت حضرتك ما انت لسه بتتكلم واحنا لسه بنقول وكابتن جهاد جريشه بيقول، احنا ما اختلفناش في الكلام اللي بيتقال. ان كل حاج محمد ربنا يسرع الدوري المصري، انا مش متفائل. دي حقيقه. عموما اتحاد سيد البلد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، الف شكر. يعني شكرا. بصراحه وبكل امانه والله العظيم انتوا عارفين يعني احنا بنقول لوجه الله تعالى، اللي انا شايفه ده عبث بمسيره الدوري العام مصر السنه دي. العزيز عليه يزعل، احنا ما بقولش، انا ما بقولش حاجه من وحي خياله ولا بتجنى على حد. على ارض الواقع لما جت جريشه واحد من خبراء التحكيم واحد من الحكام المميزين السابقين يقول لك ان كل اسبوع في خطا مؤثر على نتيجه مباراه من التحكيم يبقى احنا في مصيبه سوداء. المصيبه الأسوأ ان بريرا قابع على صدورنا، قاعد بسم الله ما شاء الله خواجه، واحنا عندنا ما شاء الله عقده خواجه. راجل بيقبض بسم الله ما شاء الله 100 واموره تمام، واعضاء اتحاد الكره يقول لك اصل الشرط الجزائي. طب ما الشرط الجزائي ما انت مشيت المدير الفني قبل كده، وده برضو يعني مقارنه باللي بيقبضه الراجل ده مش كتير. كلها هانت صح، زي ما صح كلها هانت، واتمنى ان تعود او تذهب لجنه الحكام الى رابطه الانديه عشان بقى يبقى في ضبط وربط، لان كده في مجاملات في مجاملات بالشكل ده يا جماعه شكلنا مش حلو. رابطه الانديه برئاسه النائب احمد دياب وزملائه في المجلس بيحاولوا يعملوا حاجه محترمه، لكن اللي بيحصل من التحكيم هو القشة التي قسمت ظهر البعير. الزمالك بعد اعتذاره أو انسحابه أمام النادي الأهلي النهاردة بيعمل أداء ولا أروع بأمانة، عشان بس نتكلم بأمانة،
وزي ما قلت امبارح وهفضل اقولها، الزمالك احد كفتي ميزان الكره المصريه والعربيه والافريقيه. عشان بس يعني نجيب من الاخر، دوري ما فيهوش زمالك دوري باهت، دوري ما فيهوش اهلي دوري باهت. في تنافسيه من بيراميدز لا كل احترام والتقدير، فيوتشر المصري الاتحاد الاسماعيلي نعم، لكن الاهلي والزمالك الوردتين المفتحين اللي دايما اون سبوت. النهارده كابتن ايمن رمادي افتكر انه ممكن يجابه نادي الزمالك، خسر، خسر بنتيجه كبيره جدا 4-2 4-2. لكن وجود الزمالك النهارده بالشكل ده وبالعوده دي، ناس كتير جدا قال لك ما لعبش مباراه الاهلي ليه؟ لكن طبعا ده شان مجلس اداره نادي الزمالك في هذا الموضوع. اتخصم لهم ثلاث نقاط، وثلاث نقاط من مجمل نقاطه في الدوري العام المصري، ويعتبر مهزوم، وغرامه 100,000 جنيه، ولسه هيتحاسب مين هو صاحب القرار. هو خلاص يعني الموضوع ده خلص. النهارده الزمالك بسم الله ما شاء الله عامل اداء مميز جدا، كان في بعض الهفوات طبعا، جون اوبوكا بيعاود الاداء المميز جدا اللي كان بعيد عنه في فتره من بدايه الدوري العام المصري مع نادي سيراميكا كليوباترا، لكن يبقى نادي الزمالك بادائه المميز. هو برضو النهارده واحد من الفرق الكبيره اللي دايما بنستمتع باداء نادي الزمالك. الهدف الاول طبعا سجله طبعا مصطفى شلبي في الدقيقه 4، الهدف الثاني في الدقيقه 41 نبيل عماد دونجا، الهدف في الدقيقه 89 ابراهيم نضاي، في بلس 91 احمد زيزو، وجون ابوكا وصديق اجولا لنادي سيراميكا كليوباترا. نتمنى ان الامور تمشي بالشكل ده، في اداء مميز جدا، في لعيبه مميزه، في دوري، في مصاريف دوري، في نقل تلفزيوني دوري، في حاجات كتيره جدا. اتمنى ان الامور تمشي بالشكل اللائق. معانا الحديث عن مباراه سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك كابتننا الكبير ومحلل الرومنتادا القائد احمد دودار. كابتن دودار اهلا بيك. يا استاذ محمد وحشني يا حبيبي. وحشنا دودار، وكنت يعني بعد علينا بس ان شاء الله نشوفك قريب. كنت لسه بستمتع معاك مع العالمي ميدو شام رشاد في حلقه مميزه جدا اتفرجت عليها كلها. ربنا يخليك يا استاذ محمد، انت وحشني جدا، وانت من الناس الشاطره جدا في المجال من زمان جدا وتاريخ كبير. يعني النهارده الزمالك يعود باداء مميز جدا، شفت المباراه الفنيه ازاي؟ لا سيبك من الاداء الفني والماتش اصلا، انا بالنسبه لي الماتش عايز اتكلم اهم من الماتش، وانا هنا بتكلم بصفتي راجل متربي جوه نادي الزمالك، ودايما ببقى عايز نادي الزمالك يبقى دايما محقق بطولات، ودايما نادي الزمالك اسم كبير جدا جدا في الوطن العربي وفي افريقيا. عايزين نتكلم في اول نقطه الانقسام اللي ما بين الجمهور ومجلس الاداره. انا اتكلمت من فتره كبيره على لما القرار طلع من نادي الزمالك، وكان بعض من جمهور الزمالك داعم للقرار، انا قلت ان القرار غير مدروس وقرار غلط، وكان لازم ننقي الوقت الكويس ان احنا نقدر نطلع فيه قرار زي ده. خلينا نكون متفقين ان نادي الزمالك مظلوم تحكيميا والانديه الثانيه مظلومه تحكيميا. خلينا نكون متفقين ان المؤجلات هي بتضر نادي الزمالك وبتضر نادي بيراميدز وبتضر الانديه الثانيه. فبالتالي بدل انت اتفقت من اول الموسم على لائحه واللائحه دي بتطبق على كل الانديه، يبقى لازم ان احنا نمشي ورا اللائحه. اللائحه بقى غلط دي، المفروض ان احنا ما نلعبش الدوري الموسم القادم غير بلوائح تكون واضحه لكل فرق الدوري. النهارده انت بيحصل مشكله في حريق في ماتش بيراميدز، انت ما تعرفش مين اللي هيكسب ومين اللي هيتعادل، الماتش هيتعادل ولا الماتش هيتلغي. فبالتالي اللوائح مش واضحه، اللوائح، واحنا اتكلمنا في الرومنتادا، والرومنتادا دايما كلمه الحق، ان احنا بنقول دايما اللوائح فيها مشكله، والقانون اللي في اتحاد الكوره المصري بيزعلوا يا دودار، بيزعلوا من الحق. ما انا بالنسبه لي ما انا مش فارق معايا اللي يزعل يزعل، انا بتكلم، انا بالنسبه لي دايما احمد دودار هيتكلم في اللي هو شايفه صح. فكره ان انا ادعم نادي الزمالك، طبعا ده النادي اللي عمل احمد دودار، لكن لما تدعم لازم تدعم في الصح، ما تدعمش وخلاص وانت مش شايف حاجه، ما ينفعش. عشان كده انا بلوم برضه على مجلس الاداره ان القرار غلط، لكن اللي بلوم عليه اكتر برضه ان بعض من جمهور الزمالك ما لحقش الماتش النهارده، وهنا ما حدش يفهمني غلط وما يقولوش ان احمد دودار بيهاجم جمهور الزمالك، استحاله. انا بهاجم بعض من الجمهور اللي هم برضو مش عايزين الزمالك ما يلعبش ماتش سيراميكا. هو القرار اصلا من الاول غلط، ان لازم ماتش نادي الزمالك يكون موجود في ماتش النادي الاهلي. ليه ينسحب النهارده؟ لو انت عندك اقعد على الترابيزه واقعد اتكلم بقلب جامد، ليك حق هتاخده، بس لازم لما
تقوي فرقتك في الملعب الاول. خلينا نكون متفقين لازم نادي الزمالك يبقى جامد جوه الملعب، بره الملعب كده كده في مجلس اداره جاي يحل الكلام ده. فانا زعلان جدا من بعض من جمهور نادي الزمالك، زعلان جدا من مجلس الاداره. حاله الانقسام دي مش في مصلحه النادي اللي احنا كلنا بنحبه. حاله الانقسام ديت ما ينفعش تدوم اكتر من كده. النهارده خلاص جمهور الزمالك بعض من الجمهور ما راحش الماتش النهارده، طب وبعدين؟ هل انت تفضل يعني كبعض من الجمهور تفضل زعلان من مجلس الاداره؟ طب ما مجلس الاداره دوت غلط وطلع قرار غلط وطلع بيان غلط. لكن العمل العام في سلبيات وفي ايجابيات. ده مجلس منتخب هيقعد قدامه 4 سنين، انت في مصلحه مين اللي انت ما تروحش الماتشات؟ مجلس غلط 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 كبير ودرس قاسي ليهم. لكن انت كجمهور وبتحب النادي ما تروحش الماتش ليه؟ هل انت عايز نادي الزمالك ينسحب من بطوله الدوري؟ وبعدين في ناس بعض من الجمهور بيتسخن بعض دلوقتي على السوشيال ميديا تقول لك نزل درجه رابعه. يا ابني انت بتهزر انت وهو، انت يا ابني انت اللي انت بتقوله ده غلط. ايه يعني ايه نادي الزمالك ينزل درجه رابعه؟ لا نادي الزمالك نادي كبير طبعا، كبير جدا طبعا. فانت دلوقتي حاله الانقسام اللي موجوده دي حاله، انا راجل انا بحب نادي الزمالك. الحل يا دكتور. نعم الحل. الحل طبعا لا، الحل خلاص قرار غلط، درس قاسي لمجلس الاداره لازم بعد كده ياخد باله ان يبقى يكون في رد فعل من اتحاد الكوره ومرابطه الانديه. لازم تقوي فرقتك جوه الملعب، عندك فك قيد لازم تفك القيد، عندك صفقات لازم تشتغل عليها في اسرع وقت، عندك رخصه ممكن. رخصه المشاركه في الكونفدراليه برضو مشكله كبيره. هو ده اللي بتكلم فيه، انت عندك مشاكل اهم من ان انت تصطدم مع رابطه الانديه، اهم من ان انت تصطدم مع التحكيم. خلينا نكون متفقين ان الدوري السنه دي بعيد عنك، انت بتحضر للسنه الجايه، ما تبداش السنه الجايه الا لما تبقى الجدول محطوط قدامك من اول اسبوع لاخر اسبوع. ده الصح يا استاذ محمد. لكن بعض الجمهور اللي بيسخن مجلس الاداره، هو بيسخن مجلس الاداره مش في مصلحه النادي اصلا، ده كل واحد بيدور على مصلحته. المصلحه العامه تحكم ان جمهور نادي الزمالك يساند نادي الزمالك في قرار غلط، خلاص موضوع ونقطه من اول السطر. احنا مش هنفضل بقى جمهور ما يروحش مجلس الاداره يبقى زعلان، الجمهور مش واقف معايا، لا في حاله انقسام كبيره. انا ما احبش كزملكاوي الموضوع ده يدوم، وده في مصلحه الانديه الثانيه، في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه نادي بيراميدز. كل الانديه ديت مبسوطه ان ما فيش جمهور النهارده. النهارده سيراميكا ايه الفرق ما بينها وبين نادي الزمالك في الماتش؟ ما فيش فرق. اللي كان بيعمل الفارق الكبير ان جمهور نادي الزمالك بيدي حافز جامد جدا للاعيبه نادي الزمالك في الملعب، فده اهم من الاداء في اهم من الاداء في الماتش. فارجو من جمهور نادي الزمالك العقلاء، الناس اللي فاهمه، الناس المحترمه اللي على الميديا، في ناس كتير على الميديا، جمهور الزمالك واعي وفاهم، اقفوا جنب ناديكوا، لازم تروح الماتشات. احنا كلنا واجب علينا، مجلس الاداره قاعد 4 سنين غلط خلاص، مش هنحط له المشمعه. قرار غلط، بيان غلط، نفكر في اللي جاي، وده الصح وده اللي في مصلحه نادي الزمالك. كابتن الكبير والقائد احمد دودار ومحل الرومنتادا بشكرك شكرا جزيلا. هعقب بس على كلام دودار قبل ما اروح لترتيب الدوري. جمهور الزمالك كان السند الكبير جدا. انا من رومنتادا، من خلال رومنتادا، وسواء طبعا ميدو وبركات زمالك الاعزاء النجوم الكبار دايما كانوا بيتكلموا على جماهير الكره مصر عموما، مش اهلي وزمالك بس. بس في الحاله دي انا بتكلم على جمهور الزمالك، جمهور كبير كان واقف ورا فريقه في الحلوه والمره، في التوقيت الصعب والتوقيت الكويس، ودايما كان سند كبير جدا جدا لجماهير الزمالك، وكان احد اسباب فوز الزمالك بالكونفدراليه الافريقيه. نقطه ومن اول السطر. نشوف بقى ترتيب الجدول. بيراميدز في المركز الاول برصيد 63، الاهلي في المركز الثاني 48، المصري في الثالث 45، زد في الرابع 41، انبي في الخامس 41، مودرن فيوتشر في السادس 41، سموحه 40، الزمالك 37، الاتحاد السكندري في المركز التاسع 37، سيراميكا في العاشر 37، طلع الجيش في ال 11 34، الاسماعيلي في ال 12 31، الجونه في ال 18 31، البنك الاهلي في ال 14 30، فاركو في ال 15 25، بلديه المحله في ال 16 23، الداخليه في ال 17 19 نقطة، المقاولون العرب في 18 19 نقطة. بالنسبة للمقاولون العرب هنبارك طبعا للزميل العزيز ومحلل رومنتادا اللي دايما امتعنا. احنا الشيء حلو دايما معايا حد، خلي فكرة قبل كده عماد النحاس كنت قابلته وكان موجود في الرومنتادا قبلها تقريبا مع بركات او ميدو مش فاكر، وربنا كرمه وكان وتولى الإدارة الفنية لنادي المقاولون العرب. بيرجع تاني عماد النحاس لتولي الإدارة الفنية للمقاولون العرب. نتمنى طبعا مع طبعا المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الاداره، طبعا هي مهمه صعبه
هما صعبه ولكن العمده اداء ودود. نتمنى له التوفيق. هو طبعا اي حد بيتولى المهمه الفنيه في التوقيت ده يبقى راجل عايز يشتغل، يبقى راجل عايز ياكل عيش، يبقى راجل عايز يتواجد، يبقى راجل عايز يقول كلمته، يبقى راجل عايز يقول ان عندي امكانيات واقدر في اي توقيت، مش بس من اول الدوري عندي سكواد جامد ومحقق كل طموحاتي وعندي الصرف الكبير، لا. في التوقيت ده بنتمنى كل توفيق لعمده الكره المصريه للكابتن عماد النحاس. يعني معنى ايه يا فندم؟ ارقام المقاول العرب قبل ما اطلع لفاصل، لعب 26 مباراه، عدد النقاط 19، الترتيب 18، فوز 4، لا مش لا يليق بالمقاول العرب. المهم هم صعبه للكابتن عماد النحاس، نتمنى له التوفيق. تعادل في 7، خساره في 15، سجل 24، استقبل 44، لا كتير 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 قوي. هستعد وقت الفاصل، ومعانا بعد الفاصل واحد من نجوم كره القدم المصريه ونادي الزمالك كابتن محمد كمونة في حوار مهم جدا في المنتدى، اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعت بعد الفاصل وتضمننا لفقرات الحواريه نجم من نجوم كره القدم المصريه ونادي الزمالك كابتن محمد كمونة. كابتن كمونة منورنا ومشرفنا. ده نورك يا استاذ محمد، وانا مبسوط جدا ان انا معاك، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه باذن الله. عايز ابدا معاك الاول عن اعتراض بعض من الانديه او غالبيه الانديه هنقول عموما يعني عن التحكيم المصري. بص يا استاذ محمد، انت من الاول ما كانش في انت بتشتغل في الناشئين، بعدين طلعتها درجه، ثم الدرجه الثانيه بقت ايه تراحل الحكام، فبالتالي انت ما ادتلهمش تدريب كويس قوي وادتلهم ثقه في نفسهم، فبالتالي بتحصل مشاكل ومشاكل جامده جدا. لكن غير كده كمان انت ما كنتش بتحل المشاكل بتاعتهم، يعني مثلا في حكم وقع في مشكله لازم اقعد معاه واعمل تدريب ليه واظبط المشكله بتاعته، لكن انت للاسف المشاكل بتزيد في تزيد بتزيد، فبالتالي كل الانديه معترض على الحكام فبتحصل مشاكل. انا النهارده اما الاقي كل ماتش في كل مباراه فيها مشاكل، انا النهارده بقلم من الحكام. يعني انت النهارده ثلاث ارباع الانديه مش عاوزه حكام معينه، زي ما حصل مع نادي الزمالك. يعني انت النهارده لما جيت مباراه نادي الزمالك بضربه الجزاء بتاع ماتش اللي زيزو جاب فيه ضربه جزاء مصري، انت النهارده الدنيا كلها شايفاها انها جول. انا النهارده بتاع الفار، انا شغلتي ايه؟ اللي انا مرة واثنين وثلاثة بشوفها، وبعدين في الآخر خالص لو أنت قلقان من حاجة بتطلب الحكم يجي يشوفها، فبالتالي أنت ما شفتش حاجة، وبالتالي أنت ما قلتش للحكم تعالى شوفها، فبالتالي تحصل مشكلة. غير كده كمان أنت بعد المباراة ما جيتش أنت عملت اجتماع مع الحكام، مع الحكم اللي كان موجود والفار اللي موجود، وخدت وطلعت بقرار ببيان لأن في احتقان، فبالتالي نادي الزمالك كان قال لك إن أنا مش هلعب أو منسحب. حضرتك بتتفرج عليها من شويه كان في مستعرض مباراه الاتحاد السكندري والداخليه. ده لا ده يا استاذ محمد مش اوفسايد، جون 100%. انا النهارده امال انا شغلتي في الفار ايه؟ انا شغلتي في الفار. عرض هنا يا استاذ ياسر بعد اذنك واحنا بنتكلم. اتفضل يا كابتن. يعني انا شغلتي ايه في الفار؟ ان انا قاعد في التكييف ما عليكش ضغوط، قاعد اللقطه بتعاد مليون مره، وانا بحط الخطوط بتاع زي ما كابتن جهاد قال كده، وبالتالي بطلع بالنتيجه. انت والله قلقان منها، تعالى الحكم يجي يشوفها. الحكم يشوف فضل. لا ها كابتن شوف انت الخط، شوف سبحان الله الخط اهو صح. هو قبل الخط واللعيب رقم 27 يا كابتن. بص حامل الرايه فين يعني؟ في زاويه الرؤيه كده. لا كده ما شوفهاش لان هي على خط واحد. ما شوفهاش. لا ما شوفهاش لانه على خط واحد. فتسرع فاهمني، لانه اكيد ما شافش اللعيب ده اللي هو بتاع المتاخر، لكن لو هو متاخر كده شويه كان يشوف الكوره. لكن انا بقول لك لا اخطا، حتى لو انا كده انا الفار اديله. حامل راي لو كان رجع خطوتين شويه كان شافها صح. كان شافها لان انت واقف على الخط واحد. فانا بشوف الرؤيه ايه؟ اللي على الخط واحد. انا بشوف الرؤيه اللي الحكم الرايه ما شافهاش، الفار شافها. برافو عليك، ما انا ده اللي انا بقوله. وبعدين كان عندي اقتراح. اتفضل. ان انا بلاش تجيبوا حكام اللي هي بتشتغل دلوقتي، انا ممكن اجيب حكام اللي هي مبطله هي اللي تقعد على الفار، على الاقل هيبقى بص مره اثنين ثلاثه الخبرات خبره. يعني انا النهارده
ما ممكن يكون في حكم. لا بسم الله ما شاء الله برضه ده في اصحاب حظوه بيلعبوا الماتشات دي فار وبسم الله ما شاء الله الدنيا ماشيه حلوه قوي. ما انا بقول لك يعني. لكن انا عاوزك حاجه احدنا نقول يعني 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 الله يمسيه بالخير هاني سعيد لما جه سالوه على موضوع الفار قال لك هتحصل مشكله برضه ده الكلام ده من زمان قال لك هتحصل مشكله وهتحصل مشاكل كبير جدا عشان حتى لو جابوا مين في الدوري المصري هتحصل مشكله. وبعدين كمان انا لما باجي احسب جون ولا هدف ولا اي حاجه وباجي اتكلم بقعد اكتر من ربع ساعه عشان اشوف الكره هدف ولا لا. في اوروبا مش كده، في اوروبا ثواني بتخلص الموضوع. كابتن ده هو بيتفرج اللي قاعد على الفار ده بيبقى شايف اكتر من الحكم، يعني ممكن يديله قراره في اقل من دقيقه. برافو عليك. اقل من دقيقه والموضوع خلصان والدنيا تمشي. امال يا استاذ محمد انا مقعدك ليه في الفار؟ قاعدك عشان تبقى مستريح في التكييف وبتشرب وبتاكل وبتاع الكلام ده؟ لا انا النهارده بساعد الحكم. الحكم كان الاول حامل رايه وكان ممكن يظلم فرق ومش اوفسايد وممكن تمشي. انت دلوقتي الفار ده على الكل ده عامل مساعد كبير جدا. كبير جدا. اه طبعا. ما هو انت النهارده نادي الزمالك جاب جول صح؟ اه ضربه جزاء وجه راح قالوا له تعالى لا شوفها في عبد الله السعيد كان اوفسايد وراح شافها. وراح شافها ما حسبهاش خلاص. هو كان عنده حق فعلا. لكن انا النهارده امانه الناس اللي في الفار انت اللي بتنجح الحكم او ما بتنجحوش. مظبوط الحل يا كابتن جمون. انا قلت امبارح بعد اذن حضرتك يعني قلت المفروض قبل كل موسم انا بعمل سيمينار وبعمل بجيب الولاد دول اقدم دورات انت بقى بتاعتهم بقى برضه برضو عامل مساعد كبير جدا وايضا للحكام وايضا للمدربين الفنيين واللاعبين وتديهم سيمينار طب انت يعني النهارده جاي ذاكر معاهم الامور عشان الامور يبقى في ابيليتي المره. انت جايب النهارده راجل لجنه حكام محترف ما عملش كده ليه؟ امال انت بتديله فلوس ليه؟ عشان المفروض الحكام تبقى اعلى. انت جايب واحد خبير صح؟ ده المفروض مظبوط؟ طبعا. المفروض الدورات كتير معسكرات كتير شغل كتير وبالتالي انت بتطلع من نتيجه السنه اللي انت ماضي فيها او السنتين اللي انت ماضي فيها اللي في الكره المصريه اللي انت بتطلع من احسن الحكام الموجوده. مظبوط؟ لكن احنا شايفين كده؟ لا. في مشاكل كل مباراه مشاكل كل مباراه مشاكل. قال انا على الدوري يا كابتن؟ اه طبعا. طبعا بالدوري انت النهارده يا استاذ محمد هات الجدول اول مره في تاريخ الدوري المصري والجدول وشوفه. اللي لعب 27 مباراه اللاعب 25 اللاعب 20 اللاعب 23 اللاعب 18 لا عشان كده الزمالك كان بيقول يا جماعه خلي بالك الزمالك قال معانا الجدول اهو بص 27 بيراميدز لعب 26 الاهلي لعب 20 المصري لعب 27 زد لعب 26 يعني هو بس فكره هي المشكله كانت في الزمالك لعب 22 دي مؤجلات الاهلي والاتحاد لعب 28 يعني لا الاتحاد 28 يعني ما انا بقول لك هل انت النهارده تقدر تجزم ان بيراميدز ياخد الدوري؟ ما هو متفوق يقدر ياخد الدوري؟ لا لسه تقدر وقت النهارده تحط والاهلي خلاص مؤجلاته خلي بالك برضو مباراه سموحه دي ممكن برضو تبقى عقبه كبيره جدا لبيراميدز طبعا انا النهارده انت ما فيش توافق فرص. انت النهارده هقول لك على حاجه انت النهارده لو اتحداك ان حد دلوقتي يقول مين اللي هياخد الدوري محدش يقدر طبعا الدوري خلاص. لكن في منافسه بين الاهلي وبيراميدز لكن بيراميدز عندها كام 63 نقطه طيب والاهلي لعب 20 مباراه وعنده 48 نقطه النهارده خلي بالك لسه دوم مباراتين فاصل خلي بالك انت النهارده مع بعض انت النهارده ممكن اللي جاي بيراميدز يطلب يقول لك ان انا مش هلعب ماتشات لما الاهلي يلعب ما هو لنفسه مش هلعب ماتشات لما الاهلي يلعب المتاجلات زي ما حصل السنه اللي قبل فاتت الزمالك صح؟ الزمالك قال لك لا انا مش هلعب ماتشات خالص لما الاهلي يلعب متاجلات فبالتالي الاهلي اتحط في موقف صعب اجتهاد هيعمل بقى يخش كل ثلاث ايام ماتش وكل مباراه هيخاف عليه لكن بيراميدز لغايه دلوقتي بيلعب فاهمني؟ وبيراميدز خلي بالك من حقه ان هو يعترض طب ليه الزمالك ما لعبش الماتش بتاع الاهلي مش ممكن نقول كده فبالتالي انت النهارده وعامل فجوه بينه وبين جماهيره النهارده طبعا لكن انا لا حته الجماهير يا استاذ محمد انا عارف ان هم عندهم حق كان نفسهم النادي الزمالك يكمل لكن الله بس هم السند الحقيقي ما بقول لك الله اعلم لكن انا
سيب الاداره تشتغل، لكن انت ده المفروض انت السند بتاعك، ده المفروض انت الجماهير مش هتدير الزمالك، انت سند اللعيبه هو الجمهور اكيد، انت خلي بالك وسند كبير ووقف مع الزمالك في اصعب الفترات. انا زملكاوي يا استاذ محمد من زمان، وانا دخلت نادي الزمالك من ضمن كبات نادي الزمالك. انت نادي الزمالك ده، جمهور نادي الزمالك ده من احسن الجمهور اللي موجود في العالم، لانه على الحلوه والمره. الزمالك النهارده ما بيشجعش، جمهور الزمالك ما بيشجعش الزمالك عشان البطوله. طب ما ياما الزمالك خسر بطولات، لا في بطل وبطل في كل الاوقات بصراحه، في ظهره على طول صح. الزمالك جمهور الزمالك ذواق. انت النهارده ممكن تبقى وحش جدا جدا وتكسب، لا ينقدوك يقول لك لا انت مش كويس. كويس انت النهارده، لا جمهور الزمالك ده المفروض انت ماليش دعوه بالاداره بقى، يعني خلاص هم خدوا قرارهم وخدوا، لكن انا انت السند الوحيد للجمهور نادي الزمالك للاعيبه. طالما حضرتك اتكلمت على نادي الزمالك، هنشوف اهداف نادي الزمالك تحللها لي فنيا. طيب الزمالك وسيراميكا كليوباترا النهارده، بقول لك انا كنت بستمتع النهارده من الفرقتين صراحة. انا قلت كمان الزمالك يعني عامل اداء والارى، كنا نتمنى نشوفه ده في مباراه الاهلي ونشوفه في المباراه الجايه. سيراميكا محترمه جدا معاهم، بس غامر امن رمضان النهارده غامر وجابه الزمالك، وده برضه الزمالك خلي بالك يعني مدير فني محترم جدا. بص يا استاذ محمد، الفرق ما تقدرش تتغامر مع الاهلي والزمالك. ليه؟ لان يعني ممكن في اي سنه دي كانت من ضمن اخطاء احمد عبد الرؤوف في البديل المحله. طبعا النهارده بلعب النادي الاهلي بلعب على زون، بلعب على افساط لا طبعا، وحتى كمان ودي خبرات بقى اسمع. طيب ابدا يا استاذ ياسر، الهدف الاول كابتن كمون اتفضل. بص الهدف الاول هو احلى حاجه فيه ان انت اتلعبت كروس، واول مره مصطفى شلبي اول الزمالك اول مره مصطفى شلبي يخش راس حربه. أيوة. بص دخل عملها بدماغه، ده اول مره اول مره. طبعا طول الوقت مصطفى شلبي بيلعب على الخط، خلي بالك كل الناس كانت بتطالبه انه يدخل لجوه كتير. بص هو ليه بن شرقي يا استاذ محمد؟ عشان بن شرقي يخش لجوه يطلع لبره وهداف، هدفين على التوالي فاهمني. فهو بالتالي اكيد حد كلمه ان انت خلاص انت الكره ناحيه اليمين، يبقى لازم تخش راس حربه ورا اوباما. فعشان كده بص اوباما ده عدت منه وهو دخل حتى جول، هو ده. لكن انت لو سبت اوباما وما دخلش فعلا الجول. كل الخبراء اللي بيتكلموا في التحليل الفني كانوا دايما كان بيطالبوا مصطفى شلبي عشان يكمل الحته بتاعته دي، انه يكمل جوه البوكس. انا بدي لك مثال اهو، هو ليه بن شرقي كان جامد جدا في نادي الزمالك وكان هداف عشان الحته دي. طيب خلينا في المباراه طبعا، بس ما كانش موافق النهارده خالص. دي الهدف ده الهدف ده الخطا، ده الخطا بتاع دونجا ما ينفعش من دونجا. بص هو في مشكله يا استاذ محمد، ان الاثنين اللي في القلب ما بعرفش يراقبوا كويس قوي. اذا كان المسلوسي حتتك دي بقى اذا كان المسلوسي او حسام عنده بطء شويه، لكن هي برضو هي من الاول خالص ما ينفعش يا دونجا ان انا الديفندر او السته اللي انا موجود ان انا اعدي الكره كده، لا المفروض كنت امسكها وباصي ما اسيبهاش. اتلعبت في العمق خلاص. معنى بص شوف ده دونجا عمل، بص اتلعبت خطا من دونجا 10 10 لا هو ده بقى، هو ده. بص الكره دي الكره يروح بدري قوي شويه، الكره دي لو حسام هي بتتلعب طلع قدام شويه اوفسايد، خلف اوفسايد وخد الكره بقى اريح. برافو عليك انا معاك يا كابتن بزاوي دي ده اول ما تتلعب كده يطلع قدام خطوه شويه طلعه اوفسايد. لكن سابوا يا كابتن، بس اقول لك حاجه يا استاذ محمد، اقول لك 1 2 3 4 5 على لعيب واحد ده غلط. يعني هو اللعيب هو بص هنا هو بيباصي 1 2 3 4 5 بره اللعب. حتى لو كره جت ابوكا مع حسام عبد المجيد، واحد ممكن يعدي. المفروض ان كنت شايف الباك رايت، الباك رايت المفروض يبقى فيه تغطيه عكسيه يساند فيها المدافع. اكيد طبعا، لان محمد شحاته، ما انا بقول لك الاربعه اللي دخلوا على اللعيب اللي عمل الباص هم طلعوا بره الكوره. الجون ده اللي جاب ده الهدف كويس قوي، وارجع اقول برده من الشوطه ودونجا حطها. لكن برضه ارجع واقول لك لعيبه سيراميكا وبسام برضه ما كانش في بيبص، لا هي عملت برد وبعدين كمان اللعيبه اللي موجوده ما حدش خد ريكشن في على الكوره. نصر مير اضافه طبعا للزمالك. طبعا اضافه لمصر، بلاي ميكر هايل جدا، لعيب بصير تسديداته هداف بيشوط كويس قوي. لكن طبعا ارجع واقول لك ان عبد الله السعيد حاجه بسم الله ما شاء الله طبعا، يعني لا حاجه كبير طبعا أكيد. لا بيكلم اللعيبه وبيدافع. انا كان نفسي عبد الله يلعب 10. ليه؟ ما هو دي مشكلته مع المدير الفني، وكل الاراء الفنيه برضو بتقول عبد الله لو لعب رجع في مكانه. عبد الله يعني عبد الله هتفرق مع جامد هداف
وبصير كويس قوي. لكن هو برضه في قائمه الهدافين التاريخيين لمصر، هو الراجل ليه حاجه ان هو عاوز يطلع الكره من تحت. لان عبد الله عايز اتوقف معاك استاذ، لو رجعت قبل ما يسدد، بس ما انا بقول لك لعيبه، لا تمركز تمركز لعيبه سيراميكا كلها، ما انا بقول لك غلط، بيبص على الكره بس ما حدش ماسك. تمركز لعيبه سيراميكا، الجون ده فضيحه. الجون اللي دخل في الزمالك ده انا النهارده ولا واحد ماسك يا محمد، ولا واحد. لو جيت تبص هتلاقي لعيب سيراميكا قصير. يا كابتن قبل دي بشويه، قبل ما تروح الكره لدونجا. طب ماشي، اتفضل الهدف دي الزمالك. ده اللي انا بقول لك عليه. بص اتفضل يا كابتن. بص 1 2 3 4 5 في وسط كام يا استاذ محمد؟ استنى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان 9 بالحارس. طيب انا النهارده عدت، انت النهارده سبته شو يرفع، ده غلط، الوقفه دي غلط، كان المفروض اضغط عليه ما يرفعش. الحاجه الثانيه وهي بتترفع، انا كمحمد صبحي خلاص هو هيرفع، اطلع خدها، ما اعتمدش على حد، اخد خطوه واطلع. الحاجه الثانيه هتلاقي بص حسام بيبص على الكوره ومش عارف مين اللي جاي من وراه. خلي بالك ده حصلت قبل كده كتير من المسلوسي وحسام عبد المجيد، بيبص على الكوره، خطأ متكرر. بيبص على الكوره ما بيبصش على اللعيب. انا النهارده يا استاذ محمد لو جيت الكوره بتلعب وخدت اللعيب في صدري خلاص اللعيب مش هيتحرك، فاهمني؟ بص الكوره عدت خلاص، هو ياسر ريان اسمه ابن ياسر ريان، خلي بالك برضه عدت من دونجا، ودونجا برضه اللي بص. لا ياسر ريان، بص استنى بس، الكره دي غلط، انا النهارده فتحت له رؤيه انه يرفع الكره. انا لو ضغطت بقى ورفعت رجلي الشمال قطعتها، مش اليمين، مش اليمين. اليمين خلاص مديله ظهري. طيب الكره اترفعت يا استاذ محمد صح؟ انا كمحمد صبحي خلاص اطلع خدها، ما اعتمدش على حد. صح مظبوط. الحاجه الثانيه هتلاقي، شوف حسام، حسام عم بيجيت كام؟ رقم 2. مش طالع فوق يعني، هو الكره بتتلعب اطول واحد، مع اطول واحد هو طالع. ما طلعش خد الكوره، او ما طلعش لعب الكوره، فبالتالي جت جول. يعني هو بتترفع، اسمع ده المفروض شمال مش يمين عشان اقطع بالكوره واخد خطوه قدام شويه خلاص. الحاجه الثانيه ان الاثنين المساكين، شوف احنا 9، انا بقول لك 8 ولا 8 في وسط كام؟ 4. الجون ده اللي هايل بصراحه، في ضل بلس 90. ده هايل جدا، واتلعبت بالعرض ونضيع حطها جول. زيزو وصل يا استاذ محمد من الناس اللي بقت حاجه خرافه، يعني حاجه من اللعيبه اللي ممكن يعتمد على نفسه. ونضيع برضو فاق في الفتره الاخيره. طبعا خلي بالك، لعيب مظلوم، نادي الزمالك ظلم. يعني هو راجل لعيب، لا اما بيلعب راس حربه، لا اما بيلعب طرف من الاطراف. انا النهارده اما العبه باك ليفت يبقى انا بظلمه، راجل ما بيعرفش يدافع، فبالتالي الكره حلوه. بس ارجع واقول برضو ان لعيبه السيراميكا مش واقفين غلط، تمركز والتمركز غلط. انا النهارده لو خدت خطوه يعني الباكرات هنا مش موجود، يعني انت عندك اثنين سرد باكات لو متاخرين. بص يا استاذ محمد، هو بتترفع كده. انا كراجل راجل وانا بجري بوشي كده اعدل نفسي، ارجع بظهري، ارجع بنفسي خلاص. عشان كده بقى بيطلبوا في الاماكن السرد باكات دول، اللي هو الباك السرد باك اللي بيلعب برجله الشمال. طبعا اللي سدباك اللي هو ده الهدف الرابع كابتن. الهدف الرابع ده هايل طبعا. طبعا هجمه مرتده عملها حلو قوي، عملها يعني كان ممكن يلعبها مره واحده بس خاف من الاوفسايد. ايوه قام عطاها لمين؟ لزيزو. زيزو معلم ما حطها خلاص. خلي بالك ان ضايل كان ممكن يعملها بيمين بالعرض. اخطاء ايمن رمادي في المباراه دي يا كابتن. اخطاء ايه؟ ايمن رمادي اخطاء ان هو فتح، ان هو صدق، لان كل شويه يقول لك ايه، انا عاوز اكسب مكسب تاريخي نادي الزمالك، لان جميع الماتشات اللي الزمالك لعبها مع سيراميكا الزمالك بيفوز. فلما لقى الزمالك خلاص انا كسبت، جبت الثاني خلاص، فتح الموضوع خالص وبدا عاوز يجيب الثالث وعاوز ايه، فرحان. جات له نشوه ان هو خلاص ممكن الماتش خلص. الزمالك جاب في 3 دقايق او 4 دقايق كام جول؟ 3 جوان صح؟ عشان كده بقول لك الزمالك والاهلي يا استاذ محمد لازم تخاف منهم من الاخر لاخر دقيقه. لكن انا النهارده ايمن لا، فتح الجيم قوي، وحسيت ان اللعيبه بتاعته كل واحد طمعان في نادي الزمالك. طبعا ممكن يجيب جون والكلام ده. المباراه الاخرى اللي كانت ما بين الاتحاد السكندري والداخليه طبعا مع يعني مدير فني جديد، وبعد أنا معجب بيه جدا، عيد بارزي. راجل واقعي. جه متأخر؟ طبعا، لكن هو بيحب المغامره. قبل كده مسك المقصه
وعمل شغل كويس جدا، لكن هو مش يعني وهو اللي صعب البنك الاهلي طبعا. لا مدرب كويس واقعي وبيعلم اللعيبه بيوقفهم صح، لكن الاتحاد السكندري انا اللي صعبان عليه. انا النهارده الاتحاد السكندري كان بادئ الدوري جامد جدا جدا جدا، برضه ارجع واقول التغييرات الكتير وفي اصابات عنده، في لعيبه كانت موقوفه يعني بابا لولو ده بابا لولو اما توقف لا عمل تأثير كبير جدا جدا, جداً. لكن نادي الاتحاد لا، في فرقه كويسه جدا وفرقه جميله جدا تقدر تنافس، لكن الكره يعني الكره دي مش هو هدف فتره يا كابتن، بس حطها جميله في يعني بعيده ومن زاويه يعني حطها يعني لعيب كبير يعني. النهارده ان انا لما اجي وابص رؤيه واحطها في الزاويه البعيده لا ساري اهو ساري يعني كان نفسه في اول ولايه فنيه يعني بص يعني احمد عادل ده انا نفسي يجي الزمالك. احمد عادل ميسي انا مرنته في مواليد 97، لعيب هايل في المقاولين في نادي الزمالك هايل في الزمالك مواليد 97 لعيب هايل جدا وعنده سرعات وقوي جدا وهداف لكن ده انا شايف ان من احسن اللعيبه اللي موجوده في الافارقه في الدوري المصري، لعيب هداف طبعا وان شاء الله هيبقى ليه باع كبير جدا جدا في الدوري المصري يعني. طالما اتكلمت على اللعيبه الافارقه الموجودين يعني عندك مثالين، موبولولو في الاتحاد السكندري وجوناثان في نادي مودرن فيوتشر. يعني جوناثان لما كلمته كان معايا هيثم عرابي الباك ليفت لاعب كبير ده عالمي وفيستو مايلي كمان برضو هداف كبير، بس طبعا بيراميدز خلاص ماسك فيه لا خلاص يعني بيراميدز لا يعني بالنسبه للاهلي كنت مش بقول بديل لمعلول في نفس مستوى، ما تزعلش مني الاهلي والزمالك ما عرفش يجيبوا لعيبه افارقه مش من النهارده من زمان مش من النهارده، دايما الفرق يعني الصغيره بتجيب اكتر يعني الزمالك اخر حاجه كان كولوبالي فيستو مايلي جاي بعد حسام اشرف يعني جاي 11 وحسام اشرف 12 وفيستو مايلي 11 طبعا ولو هدف وما لعبش كتير حسب كان يبقى 12 وما لعبش كتير لكن لا بص في اللعيبه اللي هي بره الاهلي والزمالك لا عاملين شغل جميل جدا جدا جدا. موضوع حسام اشرف انا مبسوط جدا ان ابن من الزمالك لا ان هو طلع بره زي مصطفى محمد، تعرف لو كان في الزمالك ما كانش هيلعب. انا شايف ان ده يعني مش تفريط لا يعني اخذ الفرصه ولعب وهيرجع تاني زي بص يا استاذ محمد هو مصطفى لما راح طنطا وجيش هو مصطفى محمد اللي خلاه مصطفى محمد، تعرف لو فضل في الزمالك مش هيلعب. تعرف مصطفى محمد في النشيد كان بيلعبوا ايه؟ باك رايت. باك رايت مصطفى محمد بالستايل بتاع ده والله العظيم كان بيلعبوا باك رايت. لكن اما راح هو صلاح لما بدا باك شمال ما انا بقول لك ان اما راح وعنده تجربه كويسه قوي راح لطنطا وبقى هداف وبعدين راح الجيش بقى هداف فخلاص خد اللعب في طب مين اللي شاف بره الزمالك مهاجم يا كابتن؟ مين اللي شاف اللي موهبته انه يبقى راس حربه مثالي مصطفى محمد بره الزمالك؟ رجعوه تاني كان مين يا ربي؟ لا بره بقى ما هو لما راح طلع بره ما لعبش باك رايت لما راح لا 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 لا, لا 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 ما هو كان الاول في الناشئين بيلعبوه وبعدين اتمرن معاه وكان مع الكابتن محمد صلاح في الفريق الاول فخدوا مرنوا مع الفريق الاول ولعبوا راس حربه لعبوا ماتشات وديه كابتن محمد صلاح وهو اللي طلب انه هو اللي لعبه وغير مركزه وهو اللي طلب ان هو يطلع شابوه لكابتن محمد صلاح والله لا هو اللي طلب ان هو يطلع اعاره كمان طلع اعاره ما كان خلاص كان عندك لعيبه جامده جدا في الوقت ديت ده فطلعوا اعاره فين؟ نادي طنطا نادي كان لسه صاعد من الدوري ده جاله اصابه كبيره وبعد كده رجع منها وكمل وعمل شغل كويس جدا طبعًا لكن طبعًا بقى هداف في طنطا وكان عامل شغل كويس قوي. بص يا استاذ محمد في مركزين باللعب الكتير يبقوا جامدين جدا اللي هو الحارس المرمى والمهاجم. ما زال الحديث مستمر مع كابتن النهارده وضيفنا العزيز كابتن طبعا محمد كمونة ولكن بعد الفصل. رجعكم تاني بعد الفاصل وما زال في ضيفتنا نجمنا الكبير كابتن محمد كمونة نجم نادي الزمالك. كابتن كمونة الاهلي بفوزه على فاركو وبانسحاب الزمالك امام النادي الاهلي بقت فرصه ذهبيه للنادي الاهلي دفعه كبيره جدا الى المنافسه على لقب الدوري العام المصري. طبعا يعني انت النهارده لما كان عندك مباراه صعبه جدا كل جمهور الاهلي والزمالك بيحلموا بالماتش ده ويجي يبقى في انسحاب وانت تاخد 3 بونت غير ما ارهاق لعيبتك فبالتالي بتبقى اضافه لك انت في سباق الدوري تريح المباراه ده لان المباراه صعبه جدا
قتال 90 دقيقه مع فريق قوي جدا، قمه طبعًا. قمتين جامدين جدا، فبالتالي انت عدم ان انت تلعب المباراه فديت راحه كبيره جدا للنادي الاهلي ان هو يبص اكتر للمنافسه. بقى المنافس الوحيد دلوقتي قدامه مين؟ بيراميدز. طيب بمناسبه بيراميدز، تاجيل مباراه بيراميدز وسموحه بسبب الحريق الكهربائي اللي حصل امبارح، شايف ان المباراه دي ممكن تبقى خطوه يتعثر فيها بيراميدز لمنافسه الاهلي على اللقب؟ بعد ما كان بيراميدز ماشي بشكل كويس وعنده اريحيه كبيره جدا والامور بالنسبه له، طلع من دوري ابطال المبكر والامور بالنسبه له ما عندوش ضغوط ومشي باداء كويس 12 انتصار ورا بعض. خلينا متفقين يا استاذ محمد ان احسن السكواد اللي موجود في الدوري هو فريق بيراميدز، مش السنه دي بس، ده من كام سنه. لا بس السنه دي اكتر، مركز اكتر، فايق اكتر، حتى البدلاء اللي بينزلوا بيبقى لهم اضافه كبيره جدا. فبالتالي انا الفرقه اللي عاوزه تاخد دوري ما بتخافش من اي حاجه. انا النهارده ممكن قدر الله مش هفعل، انت ممكن كان سموحه كان يومهم كان ممكن يفوزوا على المباراه دي، لكن لما اجي اعيد المباراه انا هركز اكتر واضافه اكتر. خلاص الاهلي كسب، فانا بالتالي لازم اكسب المباراه دي علشان ابقى الفرق اللي بناط تبقى قريبه. فبالتالي هو هيموت نفسه اكتر وهيركز اكتر انه يكسب المباراه. فانا شايف ان بيراميدز خلاص عدى ان هو دلوقتي بيحلم بالدوري. انا النهارده اول مره في تاريخه ان يفوز 12 مباراه ورا بعض متتاليه، فده بتدي له معنويات اكتر ان هو خطوتين ثلاثه ويفضل ويوصل على حلم الدوري، ناخد دوري بره الاهلي والزمالك. فانت انا شايف النهارده المباراه اللي متلغت دي لا هي في صالح بيراميدز كبيره جدا، هيركز اكتر وعارف ان المباراه دي حياه وموت بالنسبه له، وعنده مفاتيح لعب كويسه جدا وعنده لعيبه يعني شايف المباراه لو اتعادت في اي اوقات في صالح بيراميدز. خلاص يا استاذ محمد بيراميدز وصل ان هو بينافس اكتر على الدوري، مش مجرد ان هو موجود في المراكز اللي في امامه مباراتين فصلتين ما بينه وبين النادي الاهلي. هم دول اللي برضه هيبقوا هبان فيهم كل الامور والخيوط. بص يا استاذ محمد هو عامل كده، هو واصل اكيد المدرب بتاعه واصل ان هو الماتشات اللي فات اللي جايه دي حياه وموت بالنسبه له، مكسب لغايه ما اقف الماتشين بتوع النادي الاهلي. مظبوط؟ فهو بيحارب وبيقاتل، غير كده كمان ان هو الراجل عامل شغل كويس قوي ان البدلاء بينزلوا يغيروا المباراه. قبل كده المقاولين كان كاسبهم 1-0 الشوط الاولاني لحد الدقيقه 60، الشوط الثاني لا الدقيقه 67 كانوا متقدمين على الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله عملوا شغل كويس قوي وكسبوا 3-1. فبالتالي دول هم اصبحوا فرقه بطوله، يعني كل هم بيحلموا دلوقتي. طيب ان احنا نفضل يوم عن يوم اللي النهارده الاتحاد السكندري بيقدم في بيان باعتراضه على التحكيم مشاكل. النهارده بيراميدز وهذا حقه انه بيعترض على مباراه الامس اللي معانا النهارده، بيان بيراميدز بشان مباراه سموحه. اكد الدكتور اسامه احمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز اف سي ان ما وقع من احداث خلال مباراه النادي مع سموحه باستاد الاسكندريه يقع ضمن مسؤوليات الفريق صاحب الارض والملعب، ومسؤوليته القانونيه هنا مسؤولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب تم سمة خطأ. لا أنا شايف إن هو ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة 2-0 وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه وفقا للائحة المسابقات يجب اعتبار فريق سموحه مهزوما واعتبار نادي بيراميدز فائزا بنتيجه 2-0، مشددا على ان الحاله واضحه تماما وبسيطه ولا يوجد بها اي تعقيد او تضارب او اجتهاد ولا تحتاج لاي تفسيرات اخرى، والحاله هي انقطاع التيار الكهربائي طبقا لنص اللائحه لا تعد ظرفا قهريا. السبب وراء الغاء المباراه هو انخفاض الاضاءه في المباراه وكذلك انقطاع التيار الكهربائي وليس الظروف القهريه، حيث أن أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهر خيالات بسبب ضعف الإضاءة. بناء على ما حدث من وقائع ثابتة
طلب نادي بيراميدز رسميا باعتبار نادي سموحه مهزوما في المباراه واعتبار النادي فائزا بنتيجه 2-0 وفقا للفقره الثالثه من الماده 42 من لائحه المسابقات والتي تنص على انه في حاله انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن لحكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة 2-0 أيا كانت نتيجة اللقاء ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا. خلاص الكلام يا كابتن، يعني بيراميدز بيطالب بحقيته. طب أنا عاوز أقول لك يا أستاذ محمد، في اللائحة مكتوب كده؟ مكتوب في اللائحه، في اللائحه النهارده اتحاد الكوره النهارده الاتحاد الكوره بيقول نادي الزمالك احنا ماشيين على بيراميدز ما بيعتبرش انقطاع كهرباء ظرف قهري، انما الظروف القهريه هي البراكين والزلازل والامطار والبرق زي ما حصل النهارده في اليورو. النهارده البرق الحكم على الفاول، اطلع بره استنى لحد ما الامور والاحداث تهدى، امور هتتضح. هو طالبين طبعا لجنه فنيه سياده الوزير اوصى بيها مع محافظ الاسكندريه، اللجنه الفنيه الكهرباء، تقرير حكم المباراه، تقرير الدنيا تروح فين. هي دي الامور كلها اعتقد مش هتبقى في صالح الدوري المصري. طبعا ما انت النهارده زي ما قلت لك انت بتتكلم على لوائح، يعني نادي الزمالك مثلا جه يتكلم على موضوع اللي انا منسحب، قلت له لوائح صح؟ فانا النهارده في مباراه زي دي انت شوف اللوائح بتقول ايه؟ لو بتقول ان انقطاع التيار غير قهري يبقى بيراميدز ليه حق ان هو يتكلم على الثلاثه بونت ان ياخد المباراه، فاهمني؟ لكن ممكن سماح اقول لك لا، طب ما انا كنت عاوز العب وفي الملعب والحكم موجود، لكن الشرطه هي اللي قالت تلغي المباراه عشان في مس كهربي، فبالتالي سماح يقول لك انا متضرر، انا كنت عاوز العب. كل دي امور بتعوق مسيره اكتمال الدوري المصري. وقلت مالك يا دورينا فيك ايه امبارح وانا بتكلم في البرنامج، خليني اخدك لحاله جميله هي يعني تالق كابتن طارق مصطفى مع البنك الاهلي. طبعا طارق برضو ليه خبرات كويس جدا، طارق مشى واحده واحده، كان الاول مساعد مع الكابتن طارق يحيى، ثم خد تجربه جميله جدا 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 في المغرب، عمل شغل كويس قوي مع المنتخب مع كابتن حسام بدري. انا بتكلم بس واحده واحده، المغرب عمل شغل كويس جدا وعمل نتائج كويسه جدا في المغرب، وكسب الوداد قبل كده وكسب الرجاء، وبعدين رجع مع المنتخب مع الكابتن حسام، وبعدين مسك شويه في نادي الزمالك، وبعدين كده راح المغرب تاني عمل شغل كويس قوي ومسك فرقه احسن، وبقى عنده تجارب كبيره، عنده شغل. يعني المباراه دي مش اي حد يشتغل مدير فني، اعاد توظيف لاعبين مش اي حد يشتغل، لا ما عنده خبرات يا استاذ محمد، اشتغل في دوري كبير، دوري منتظم، دوري كره فيه قويه جدا. فانا النهارده اما اجي اقف مع 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 البنك الاهلي فعادت عليا المشاكل دي، فقدرت ان انا اظبط اللعيبه بتاعتي، عنده لعيبه كويسه جدا، يعني انا بشكر رئيس النادي بتاع البنك الاهلي، جاب لعيبه كويسه جدا وعامل شغله كويس جدا. فانا النهارده نعم كان هما ماشيين مش كويس علشان كان في عدم استقرار، لكن في بعض اللعيبه كويسه، جه طارق مصطفى ظبط اللعيبه وحط كل لعيب في مكانه فبدا يادي كويس جدا. الفرقه الوحيده اللي كسبت الاهلي، يعني هم كسبوا النادي الاهلي 4 صح؟ البنك الاهلي كسب البنك الاهلي، مش الاهلي بس ده الاهلي لا انا بتكلم ان فرقه زي البنك الاهلي هو طارق مصطفى كسبها، هم عمل ماتش كويس، لكن انا شايف ان احنا قدام مدرب هايل جدا وفي يوم من الايام ممكن يمسك نادي الزمالك. اليورو، اخبار اليورو معاك ايه؟ انا بحب البرتغال جدا. نتائج النهارده سويسرا في مفاجاه من العيار الثقيل، فازت على ايطاليا 2-0، ودي ان الخريطه في القاره الاوروبيه بتتغير. المانيا فازت على الدنمارك 2-0، ده طبيعي. نتيجه عاديه طبعا. انا بتكلم على سويسرا دي لان انا تابعتها، فرقه محترمه جدا، فرقه كويسه جدا، بتلعب كره حديثه قوي. تطورت الكرة فيها قوي جدا، عندهم منتخب محترم جدا، منتخب شاب صغير كويس، لكن اللي ضايقني قوي ايطاليا حاجه محترمه جدا في تاريخ الكرة العالميه، ان هو يوصل كده اداء عقيم ما فيش حلول، فبالتالي من بدايه المسابقه والاداء بتاع لا مش هو ده الاداء الطبيعي اللي ايطاليا معودنا من ايام كاس العالم 86 رغم وجود اسبانيتي المدير الفني المتميز، لكن لا فاكر ان هو كان تعادلات وبعدين بعد كده خد البطوله. فهو ايطاليا كده يعني. دي دور الثمانيه
انجلترا وسلوفاكيا يوم الاحد الساعه 7، اسبانيا وجورجيا يوم الاحد الساعه 10، فرنسا وبلجيكا يوم الاثنين الساعه 7، البرتغال وسلوفينيا يوم الاثنين الساعه 10، رومانيا وهولندا يوم الثلاث الساعه 7، النمسا وتركيا يوم الثلاث الساعه 10. والنمسا برضو مفاجاه من مفاجات البطولة. يعني تخيل سريعة وتقييمك ممكن للمباراة، ممكن مين يكسب؟ انجلترا وسلوفاكيا سريعا. انجلترا 1-0. اسبانيا وجورجيا 2-0 لاسبانيا. فرنسا وبلجيكا. فرنسا 1-0. البرتغال وسلوفينيا. اتمنى البرتغال تكسب. رومانيا وهولندا. رومانيا لا هولندا طبعا. النمسا وتركيا. النمسا طبعا. طيب انت ابن منال منصورة صح؟ طبعا. يعني متى يعود المنصورة مرة أخرى للعصر الذهبي؟ وأنت موجود ومعايا زميل العزيز وابن العزيز أحمد كوان موجود معانا في كنترول، وابن من أبناء المنصورة اللي دايما بيتكلم على المنصورة. حبيبي الحمد لله اللي احنا أنا كنت في لجنة الكرة السنة الممتاز بي، الحمد لله صعدنا دلوقتي بدور المحترفين، بنعمل فرقة كويسة جدا وإن شاء الله بإذن الله. بص هي بتوجع بتيجي للماديات يا أستاذ محمد، أنت النهاردة عندك ماديات أكبر محافظة فيها اقتصاد وفيها فلوس هي الدهلية. بس ده 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 زي الأندية الشعبية، أنت النهاردة النادي الشعبي واحد من الأندية الشعبية الكبيرة. بس في برضو رئيس نادي اسمه محمد بسيوني، عامل شغل محمد بسيوني عامل شغل كويس جدا في النادي، وعمل محلات وعمل شغل كويس جدا، وإن شاء الله بإذن الله المنصورة هتصعد السنه دي باذن الله. كابتن كمونه شرفتني ونورتني. الله يخليك يا استاذ محمد، انا مبسوط جدا بوجودك معانا. الله يخليك يا استاذ محمد. هطلع لفاصل، وبعد الفاصل فقره الترند مع مي الشرقاوي، وبكره اشوفكم حلقه جديده من الرومنتادا في الختام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في ترند الرومنتادا، واللي هبداه معاكم باستعراض ابرز الاحداث الرياضيه اللي اتصدرت النهارده ترند في مصر والعالم. البداية من الزمالك اللي حقق فوز كبير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم النهاردة في الجولة 28 من بطولة الدوري المصري. افتتح مصطفى شلبي التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 4 قبل ما يضيف جون إيباكا هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 21، عشان نبيل دونجا بيتقدم للأبيض بهدف تاني في الدقيقة 41 قبل ما يضيف صديق أجولا التعادل مرة تانية لسيراميكا في الدقيقة 72. سجل إبراهيم ندي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 89 قبل ما يقضي زيزو على أمال سيراميكا بهدف رابع في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضايع، عشان يقود الزمالك للفوز والوصول للنقطة 37 في المركز الثامن بجدولية وموعد انتهاء المسابقة اللي حددته يوم 18 أغسطس المقبل، وده كان أمر مرضي ليهم. الموضوع اللي دفع جماهير على السوشيال ميديا للتعليق. خالد كتب: بيان نادي الزمالك لم نهزم لكن خسارتنا كبيرة. حسام كتب: سيراميكا طلعت بيان خايفة أن الوضع الحالي يؤثر على التحكيم في مباراتهم مع الزمالك. أحمد السيد كتب: بيان الزمالك كان لازم يبقى أقوى من كده بكتير في صيغة تهديد في حالة تكرر الأخطاء في المباريات القادمة وعدم الاطلاع على نتائج تحقيق مع الحكام وسماع فيديو الفار بين الغندور والبنا. البشمهندس حجازي كتب: بيان نادي الزمالك بيقول لا عزاء لسمسرة المبادئ وصناع الفتن. مين هم صناع الفتن؟ طيب خلونا نشوف رأي جماهير في بيان الزمالك بالشأن عودة للمشاركة في مسابقة الدوري المصري ممتاز، ونرجع ليكم مرة تانية. عايز أخد رأيك في بيان نادي الزمالك بشأن العودة مرة أخرى للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، شايف البيان ده إزاي وشايف قرارات اللي عملها مجلس إدارة نادي الزمالك إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بيان صحيح تمام إن هو يرجع يلعب تاني، هو كان غلطان ان هو اعتذر عن ماتش الاهلي، كان المفروض يكمل وينافس لان هو فريق منافس، فريق بيلعب تمام، وبعدين الزمالك تاني نادي في مصر لازم يكمل مسيره الدوري العام. اللي بينافس في مصر حاليا اهلي زمالك بيراميدز، ادي ثلاث فرق، الباقي كله ورا، فما ينفعش ينسحب. والله انا شايف ان هو ما دام هيشارك كده كده الماتش اللي جاي ما كانش ليها لازمه ان هو ينسحب من ماتش الاهلي. كان يعني الانسحاب ده انت كده اديتنا يعني شكرا ان انت اديتنا 3 بونت طبعا، لان انا اهلاوي فده حاجه تبسطني ان انت اديتنا 3 بونت وريحت اللعيبه بتاعتي اللي هو الماتش فاركو وكده، وبس انت اضرتنا دي بيراميدز لان بيراميدز بينافس على المسابقه وكده، فانت اديت للنادي الاهلي فمفيش كده تكافؤ في الفرص. انا من رايي ان كان الزمالك كان يشارك ما دام هو ماتش الاهلي بس اللي انت هتنسحبه يعني عشان قراراتك او كده. هو قال مش هيلعب، هيلعب ليه تاني؟ يعني هتطلع تاخد قرار جد ما ترجعش فيه؟ طب ايه المطالب اللي اتحققت له؟ انا مش شايف في مطالب اتحققت له، هي فرقه اعلاميه وخلاص. ما
بس هم شايفين ايه كمجلس اداره عشان يعملوا كده ما نعرفش. اولا هو البيان ما جابش جديد، والبيان ما فيش اي نتيجه لصالح نادي الزمالك، بالعكس انت بتضر بسمعه نادي الزمالك وبتضر بسمعه المجلس. حضرتك ايه اللي انت ايه اللي استفدته ومن امتى؟ والبيان اصلا والوقفه اللي انت بتعملها حضرتك وقفه متاخره خالص. انت حضرتك بتحتج على التحكيم النهارده، احنا لينا 50 سنه من ظلم التحكيم. ومن الزمالك لفيستن مايلي مهاجم بيراميدز اللي بيقدم موسم تاريخي ليه في الدوري المصري وبيسجل اسمه بحروف من ذهب في البطوله. فيستن مايلي وصل للهدف رقم 11 في وصاف الترتيب هداف الجدول بفارق هدف وحيد عن حسام اشرف مهاجم بلديه المحله. الجمهور المصري شايف ان مايلي افضل مهاجم في الدوري في الموسم الجديد، والكل متوقع انه هيكون الهداف في نهايه الموسم خاصه مع مستوى بيراميدز القوي وصدارتهم لجدول الترتيب. مايلي كان المفروض هيكون هداف الدوري بعد هدف في مرمى سيراميكا امبارح، بس المباراة اتلغت بسبب حريق في استاد اسكندرية، الامر اللي تسبب في الغاء المباراة وهتتلعب في يوم تاني هتقرره لجنة المسابقات بعد نهاية مباراة الجولة 28. الموضوع دفع جماهير على السوشيال ميديا للتعليق. صلاح ابو زيد كتب: بصراحه كده انا شايف ان فيستن مايلي مهاجم بيراميدز هو افضل مهاجم في الدوري بفارق كبير عن اقرب منافس ليه، ويكون في صراع كبير على ضمه في الموسم الجديد. احمد برجال كتب: فيستن مايلي هياخد هداف الدوري مستريح. طيب خلينا نشوف راي جماهير في اللي بيقدمه فيستن مايلي مهاجم بيراميدز في الموسم الحالي من الدوري، ونرجع ليكم مره ثانيه. عايز اخد رايك في اللي بيقدمه فيستون مايلي مهاجم بيراميدز مع الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري. فيستون مايلي ده يعني هو هداف الدوري حاليا ب 12 هدف، وفطالما يعني هداف الدوري فاكيد هو مهاجم قوي ومهاجم بيلعب حلو قوي في ال 18، وعنده الصفه والميزه اللي هي اي كره بتجيله بيعرف يخلصها في الجون، وبيعرف يحط كويس بين التلات يعني خشبات وبتاع، وبيعرف كمان يعني عنده ميزه برده ان هو قوي بدنيا، وعنده كمان افكار كتير في ازاي بيخلص الكوره وازاي مثلا بيعرف ياخدها من ال 18 ويخش بيها لغايه ما بيجيب بيها هدف وكلام. بس فهو لعيب قوي خالص وممتاز بصراحه مع بيراميدز، وحاليا هو هداف الدوري. لا لعيب كبير وجامد، قوي بنيانا، بيلعب بالراس كويس خالص، على ما اعتقد ان هو هداف الدوري السنه دي، جاب 12 هدف، لعيب جامد بصراحه، يعني اضافه قويه لبيراميدز، واتوقع ان بيراميدز هينافس السنه دي على الدوري بقوه. مهاجم قوي، مهاجم هداف، بيلعب بدماغه كويس وبيلعب برجله كويس وبيتحرك كويس، لاعب كويس، هيضيف للدوري المصري كتير. بيقدم اداء جميل وانا معجب بيه كلاعب، مع ان اهلاوي، وهو مهاجم ذكي في التحركات وجوه ال 18 وحش زي ما الكتاب ما بيقول، وهو هداف الدوري حاليا ب 12 هدف، واتمنى يجي الاهلي. يعني هو لعيب كويس وبيلعب بدماغه حلو، وفي ال 18 بيبقى منتشر وفي كل حته ومشاكس وبيتحرك كتير، وهو كويس، هو تمام، هو مهاجم قوي جدا وحلو. ونروح من مايلي مستوى التحكيم في الدوري المصري. الجمهور والانديه والكل شايف ان في تراجع كبير في اداء التحكيم المصري في الفتره الاخيره، وفي كميه انتقادات من الانديه للجنه الحكام، وده عكس المستوى اللي بيظهر عليه حكامنا في الخارج وفي البطولات الافريقيه والعالميه. الكل بيطالب باعاده النظر في لجنه التحكيم ودراسه الموضوع بشكل اكبر مع بيريرا رئيس لجنه الحكام، عشان نلحق نتدارج الاخطاء التحكيميه الكتيره الموجوده في الفتره الاخيره قبل انطلاق الموسم الجديد. الموضوع دفع جماهير على السوشيال ميديا للتعليق. عبد النبي سعيد كتب: هو مفيش رقابه من الفيفا ليه على الدوري المصري بخصوص التحكيم؟ وسيم جاد كتب: يا ريت بقى نتكلم عن التحكيم سواء موجه اهلي او زمالك او بيراميدز، عيب قوي اللي بيحصل في التحكيم ده في اكبر دوري عربي على الاطلاق، واظن الكلام مفهوم، ولا عاوزين تقولوا ان الدوري المصري باظ وخلينا في دوري روشن، عيب عيب عيب، دي مصر. ولين محمد كتب: الضرب في التحكيم المصري واجب. طيب خلونا نشوف راي الجماهير في اسباب تراجع مستوى اداء التحكيم المصري في الفتره الاخيره، ونرجع ليكم مره ثانيه. عايز
عايز اخد رايك، شايف ايه اسباب تراجع اداء التحكيم المصري خلال الفتره الاخيره؟ وللاسف اتحاد الكره اصلا المفروض يوفر ادوات تدريبيه للحكام، لان اصلا الحكام المفروض يتشد عليهم اصلا، يعني عشان هما برضو الحكام بيبقوا نازلين وخايفين، عاملين حساب الاهلي والزمالك وكده عشان الشعبيه، وبيبقوا خايفين يعني عشان الشعبيه بتاعت الاهلي كبيره مثلا، فبينزلوا يغلطوا، والزمالك برضو يعني الوان الفلنات بقى بيخافوا منها، يعني هم برضو كمان ممكن يكون فيه، بس ان هم بياخدوش برضو مرتبات عاليه، مرتباتهم ضعيفه، وبرضو بيبصوا للحكام الاجانب برضو، وما بيجي ياخدوا ارقام عاليه، فده برضو ياثر عليهم جامد برضو. هو اول حاجه طبعا يرجع لاتحاد الكوره، وان اتحاد الكوره هو يعني المشكله الرئيسيه، لان هو مش بيوفر للحكام عندنا والطاقم التحكيم كله دورات تدريبيه، ومش بيوفر لهم اي دعم وانه يرفع كفاءتهم، وده برضو هنلاقي برضو نفس المشكله، بنجيب برضو حكام اجنبي، برضو هنلاقي برضو نفس الفكره، برضو التحكيم سيء جدا، لان برضو هي ترجع برضو المنظومه اتحاد الكوره مش موفرين تقنيه التحكيم نفسها، مش بيتم ظبطها بطريقه يعني جيده. والله احنا لازم نعيد هيكله التحكيم مره ثانيه، نغير خبير التحكيم الاجنبي اللي موجود اللي ما بيديش اي خبره للحكام، المفروض نعد هيكلة التحكيم مرة أخرى، ونجيب حد أفضل يديني خبرة للحكام، يدير التحكيم ويدي خبرة للحكام أفضل. وبعد الكلام عن التحكيم المصري تكون ترانز ريمونتادا النهاردة خلصت، نشوفكم في حلقة جديدة، تصبحوا على ألف خير.